بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد. أستاذ الأهلي النهاردة حلقة خاصة عن حصاد الجولة 25 من عمر وزمن الدوري المصري الممتاز. هيكون معنا ضيوفنا الكبار، كابتن مصر النادي الأهلي كابتن فوزي سكوتي، وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن عمرو أنور، عشان نحلل معاهم كل المباريات اللي أقيمت في الجولة 25 من بطولة الدوري. في البداية حابب أتكلم مع حضراتكم على أمر مهم جدا ولا يحدث إلا في النادي الأهلي من فضل الله سبحانه وتعالى. الأهلي أصبح تعب الناس من أداءه الكويس، يعني في ناس بقت تقول لك أنا تعبت من الأهلي، ليه الدنيا كلها بتقع والأهلي ما بيقعش، وتلاقي ناس مثلا النادي الأهلي متأخر بهدف أو متعادل ويكونوا فرحانين، وبعدين فجأة النادي الأهلي يحرز هدف في الدقائق الأخيرة يبتدي الدنيا بالنسبة لهم تتشقلب وتتقلب وتبقى أمر غير جيد بالنسبة لهم. لأن النادي الأهلي الفارق ما بينه وما بين باقي الأندية أنه عنده مدير فني على أعلى مستوى. المدير الفني اللي على أعلى مستوى عامل نتائج مبهرة للغاية، والمبهر في هذا الأمر وحتى بلغة الأرقام وفي علم التدريب يقول لك دايما النمبر نيفر لايز، يعني الأرقام ما بتكذبش. هودي لحضراتكم كده إحصائية جميلة جدا، لو شفتوا كل أندية الدوري العام مش هتلاقيها إلا في النادي الأهلي. هو أنك عندك 16 لعيب من داخل قوام النادي الأهلي، الفرقة بتبقى 11، أنت عندك 16 لعيب أحرزوا أهداف. ده لا يحدث إلا في النادي الأهلي. ممكن أعدهم مع حضراتكم، لما يكون عندك هداف الدوري وليد أزارو جايب 16 جول، يليه عبد الله السعيد جايب 10 تجوان، يليه صلاح محسن جايب هدف وجايب 8 قبل كده مع فريق إمبي انضم الأهلي جاب هدف، وعندك جونيور أجاييه جايب 7 تجوان، عندك وليد سليمان جايب 6 تجوان، عندك إسلام محارب، إسلام محارب جايب 4 تجوان، عندك سعد سمير الراجل المدافع المساك اللي بيلعب قلب دفاع جايب 3 جوان، عندك عمرو السوليه جايب جونين، مؤمن زكريا اللي اعير جايب جونين، احمد الشيخ جايب جونين، ميدو جابر احرز هدف، محمد هاني فتحت معاه وجاب هدف، وهنتكلم على قصه محمد هاني، باكا جايب هدف، وايمن اشرف جايب هدف، وحسين السيد واحمد فتحي. اذا عندك حتى الرباعي اللي بيلعبوا في خط الدفاع من ناحيه اليمين ناحيه الشمال الاربعه احرزوا اهداف، وده لا يحدث الا في النادي الاهلي. الاثنين اللي في الارتكاز واللي بيلعبوا امامهم والاطراف وراس الحربه كل دول احرزوا اهداف. تيجي تلاقي النادي الاهلي احرز 66 هدف في بطوله الدوري حتى الان، فارق كبير جدا وبين اقرب المنافسين، في احرز 61 هدف وعنده 66 نقطه، اقرب المنافسين جاب عنده جايب حوالي 34، وتتكلم في 37 هدف، 32، 36. الفرق ده مش عشان النادي الاهلي بيكسب وخلاص، لا، استراتيجيه النادي الاهلي الهجوميه اللي بيطبقها على فكره على مدار تاريخه، ولكن مع كابتن حسام البدري الصراحه ما شاء الله الموضوع في تطور مستمر. والناس تيجي تقول لك هو ازاي النادي الاهلي تعبنا، النادي الاهلي عنده محاور كثيره جدا في طريقه لعبه بيقدر يوصل ان هو يحرز بيها اهداف. لما يكون عندك رباعي خط الدفاع، هي دي الفرق اللي بتلعب على بطوله، الفرق اللي بتلعب على بطوله لازم ما يكونش عنده 2 3 لعيبه بس بيجيب اجوان، لان ال 2 3 لعيبه دول بس وارد ان انت تلاعب فرقه بتدافع بشكل قوي، وارد ان انت تلاعب فرقه يبقى ظروف الارض والملعب وحاجات كتير جدا، وممكن في بعض الاوقات التحكيم مش معاك، مش في صالحك او مش فير. هتلاقي ان انت محتاج نقاط تقدر تصل بيها الى المرمى، محتاج عوامل تقدر تسجل فيها، وكل ما تكتر عواملك كده هتلاقي الناس بتقدر تجيب اجوان، هتلاقي ان انت بتعدي ماتشات ممكن يخلصها لك مدافع، ممكن يخلصها لك باك شمال، ممكن يخلصها لك باك يمين. احمد فتحي، حسين السيد احرزوا اهداف، سعد سمير وايمن اشرف الاثنين اللي بيلعبوا قلبي دفاع احرزوا اهداف. لما تلاقي خط بقى خط الوسط عندك السوليه وعندك عبد الله وعندك اجاييه وعندك وليد وعندك كاميدو وعندك اسلام محارب، ده كل ده انا وباكا، كل ده انا لسه ما اتكلمتش على خط الهجوم، وليد ازارو وعندك جونيور اجاييه اللي بعض الاوقات بيلعب طرف وبعض الاوقات بيلعب مهاجم. كل الحاجات ديت بتحسب للجهاز الفني، لان هو ده، عشان كده سجده الشكر من كابتن حسام البدري زي ما حضراتكم شايفين، ادي اخر اللقاءات امام النصر، النادي الاهلي كسب بخماسيه عشان عنده ناس كتير بتعرف تجيب اجوان. كل الفرق اللي على مستوى العالم لو بصيت على برشلونه هتلاقي بيكيه بيجيب اجوان. انا بكلمك على خط الدفاع، بكلمك على خط الدفاع، بتفرج كده على ريال مدريد هتلاقي مارسيلو بيجيب اجوان، هتلاقي راموس بيجيب اجوان، هتلاقي كارباخال بيجيب اجوان، اتفرج على برشلونه تلاقي يوردي البا بيجيب اجوان. هي دي الفرق اللي بتلعب، دي الفرق الهجوميه، عكس اي فرقه تانية. فرقه تانية تلاقي 2 3 لعيبه الهدافين والباقي بعيد تماما، بعيد تماما.
بعيد تماما. ممكن اجيب لحضراتكم امثله في كل الدوري العام، لو جبنا فرقه عندها 16 لعيب احرزوا اهداف مش هتلاقي غير النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي في مستوى تاني، عشان كده النادي الاهلي استراتيجيه الجهاز الفني اللي دايما بيلعب على الفوز، دايما بيلعب على انه ازاي بيخترق دفاعات المنافسين، ازاي بيقدر يوصل باكتر حاجه ممكنه بجمل تكتيكيه لمرمى المنافسين. بعدين انت عندك دلوقتي حتى في لعيبه ما بتحسش من خلال التدوير ان اللعيبه ديت بعدت، ما بتحسش بنقص في صفوف النادي الاهلي. كل ده يحسب للجهاز الفني وللعيب، لا برضو للعيب، لعيبة النادي الأهلي واخدة الموضوع بجد، واخدة الموضوع ان هو فعلا عندهم استراتيجية وهدف واضح، وواضح جدا ان الشغل اللي بيقوله الجهاز الفني بيطبق في الملعب. الشغل اللي بيقوله الجهاز الفني بيطبق في الملعب عشان يبتدي ينفذوه اللعيبة عشان يصلوا إلى كل هذا العدد من الأهداف. وتلاقي النادي الأهلي بخطته، وتلاقي النادي الأهلي المدربين، بص المدربين، مدربين يقول لك على النادي الاهلي، النادي الاهلي فريق اوروبي. اتفرج على اللعيبه، لعيبه الدوري الممتاز المنافسين يقول لك النادي الاهلي فريق اوروبي. مين اصعب فرقه بتواجهها؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي فرقه اوروبيه، الفرقه الاوروبيه اللي ابتدت تتعب الناس اللي منتظره النادي الاهلي يقع. ولكن طول ما انت بتفكر وبتشتغل وبتجتهد وبتتعب في تمرينك، طول ما انت هتجني الثمار، تجني الثمار ان انت هتحقق الفوز، تجني الثمار ان انت هتحقق الفوز. حتى تلاقي تصريحات لعيبه النادي الاهلي، منهم تصريحات محمد هاني يقول لك نغمه الفوز بالدوري لسه خلاص احنا مش هنصاع اليها ولسه الدوري في الملعب. الجهاز الفني نفس الشيء، اتفرج على كابتن حسام البدري وكابتن احمد ايوب وكل اعضاء الجهاز الفني، كابتن طارق سليمان، كابتن سعد معاه، كل اعضاء الجهاز الفني بالكامل بيتكلموا ان نغمه حسم الدوري لسه بعيده. النادي الاهلي بيحسم الدوري لما بيكون فعلا رسميا خلاص فارق النقاط ما بينه وما بين اقرب منافسيه بعيد جدا. هتيجي تقول لي ما هو كده كده النادي الاهلي الفرق كبير والمنافسين بيتعثروا، برده ده بعيده عن حسابات النادي الاهلي. عشان كده، عشان الحسابات اللي انت بتتكلم عليها ديت، النادي الاهلي تعب بعد الناس، النادي الاهلي الناس منتظره ان هو يقع، ويقول لك الناس كلها بتقع الا هو، ما عشان الناس كلها لو مشيت على منهج النادي الاهلي واستراتيجياته كانت هتبقى الدنيا مختلفه بالنسبه لكم. هبتدي مع حضراتكم في بعض الاخبار عن التمرين، ولكن قبل التمرين عايز اتكلم على واحد من اللعيبه اللي صراحه يعني بفضل الله كنت دائم الاشاده بيه، كل الناس ابتدت تشيد بيه، هو عمرو السوليه، واحد من اللعيبه اللي فعلا ممتازين، ممتازين في كل ادواره، وما شاء الله قامته البدنيه على اعلى مستوى، بيبقى عنده ادوار في الملعب، ممكن يلعب ارتكاز مدافع رقم 6 او الهاف ديفندر اللي الناس بتقول عليه، والهولدنج ميدفيلدر اللي هو بيغطي الاربعه المدافعين اللي وراه، وممكن يلعب في رقم 8 او اللاعب اللي بعض الناس تقول عليه بوكس بوكس، بيزيد وبيجيب اجوان. عمرو السوليه جاب هدفين، وجاب هدف في الكاس، جاب هدف امام نادي الاسماعيلي، جاب هدف امام طلائع الجيش، جاب هدف امام تليفونات بني سويف، وبيعرف يروح ياخد مكان راس حرب عشان يجيب اجوان، ودي من مميزاته. غير كده انه معدل التمرير عنده، تمرير عنده على اعلى مستوى، ودي من الحاجات اللي مميزه عمرو السوليه. احنا عندنا تقرير مهم جدا مع عمرو السوليه، مؤسسه الارشيف الوطني بدوله الامارات العربيه المتحده وجائزه عام زايد. نطلع نشوف تقرير عمرو السوليه ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. بارك للكابتن عمرو على جائزة اللاعب، جائزة الشهر في الدوري المصري شهر يناير 2018، والجائزة دي جت بناء على 39 معيار، عدد دقائق اللعب، عدد التمريرات اللي عملها، كم تمريرة صحيحة، دقة التمريرات الصحيحة، دقة التمريرات الطويلة القصيرة، التدخلات بتاعته، ألعاب الهواء، التغطيات اللي عملها، الأماكن، كل حاجة. الكابتن عمرو زي اللي بيحصل في الدوريات العالمية واختيارهم للاعب الشهر، ما بيدخلش فيها أهواء، ما بيدخلش فيها بيلعب في نادي أو مش بيلعب في نادي إيه، اللعيب ليه نقط، كل حاجة من دي بتترجم لبوينت معين، وبيبقى في نهاية الشهر بنختار أحسن لاعب في الشهر. ده بالتنسيق مع الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
اللي بهنيهم وبشكرهم على الجهد الغير طبيعي اللي بيقولوه للعالم كله ولمصر بصفة خاصة. ودي كانت حاجة بسيطة نقدر نقول لشعب الإمارات، زي ما انتوا دايما بتقدموا مبادرات، احنا كمان كمصريين بنقدم مبادرات في حب الإمارات وفي حب المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. طبعا الحمد لله طبعا على الجائزة، وبشكر طبعا دولة الإمارات وشعب الإمارات طبعا على الجائزة دي، والحمد لله يعني إن شاء الله يعني الفترة اللي جاية تبقى فترة كويسة على النادي الأهلي وعلي أنا شخصيا، ومزيد من النجاح إن شاء الله. الواحد يعني بينفذ المطلوب منه، والواحد بيحاول يأدي وبيتعب في الملعب عشان ربنا يكرمه، والحمد لله يعني إن شاء الله يعني الجائزة دي إن شاء الله يبقى في تعب أكتر الفترة اللي جاية ونحقق النجاح أكتر، وإن شاء الله نحسب بطولة الدوري إن شاء الله. بشكرهم طبعا على الجائزة دي، وأنا سعيد طبعا دولة الإمارات طبعا يعني من البلاد اللي أنا بحبها جدا، وبشكرهم مرة تانية، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. بشكر طبعا الشيخ زايد، دي مش حاجة جديدة عليه، إن هو بيدعم الرموز الرياضية وعلى طول بيدعم المصريين وشعب مصر، وبشكر طبعا الأرشيف الوطني لدولة الإمارات، وبشكر الشيخ زايد مرة تانية، وإن شاء الله يعني الفترة اللي جاية تكون يعني كويسة على شعب الإمارات وعلى شعب مصر إن شاء الله. جائزة مهمة جدا، ومن جد وجد. لاعب بيعمل في صمت، لاعب بيجتهد، وبرضه بنشكر دولة الإمارات العربية المتحدة لأن أنت ما بتحسش إن في بعد ما بينك وما بين الإمارات، تحس إن هو شعب واحد ووطن واحد وأمة عربية إن شاء الله تبقى على طول متحدة. خليني أقول مع حضراتكم سريعا أخبار التمرين. تمرين النادي الأهلي كان النهارده الساعة 3 في ملعب التتش بالجزيرة، طبعا لقاء النادي الأهلي المقبل يوم السبت المقبل. فالنهارده من التمرينات الأساسية للكابتن حسام البدري، وغاب عن التمرين أنيس الشعلالي أخصائي اللياقة البدنية مع النادي الأهلي، وهيرجع يوم الخميس ده بإذن من الجهاز الفني النادي الأهلي الكابتن حسام البدري وبالتنسيق معاه. خلينا برضو نقول إن باكا وميدو جابر كان عندهم إصابة في تمرين النهاردة، كان تدخل ما بين إسلام محارب ومع باكا، وجابر أيضا ميدو جابر اتعرض للإصابة مع أكرم توفيق. كان دخل طبعا الحماس اللي موجود في تمرين النادي هو اللي بيؤدي للكلام ده، عشان تعرفوا ان الناس اللي هي بتتكلم بتقول الاهلي حسم الدوري، لو الاهلي حسم الدوري بالنسبه للعيبه فعليا ما كانش يحصل الكلام ده في التمرين. دي حاجات كده مؤشرات تعرف منها اللعيبه واخده الموضوع بجد ولا الموضوع بالنسبه لهم تهريج. انك تلاقي ان في تدخل برجوله وقوي وفي تنافس داخل التمرين، هو ده اللي بينعكس داخل المباريات. دكتور خالد محمود تدخل عشان موضوع باكا وميدو جابر. وليد ازارو ما شاركش النهارده في التمرين، شارك في الجيم، عمل جلسه كده في صاله الجيم، والجهاز الطبي فضل ان هو يديله راحه عشان الاجهاد، لان الاجهاد هو مش عايز اقول المنافس بقى، عايز اقول العقبه الكبيره بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم، والنادي الاهلي يحارب الاجهاد هذا الموسم مره ثانيه. كل الاشاده للجهاز الطبي والجهاز الفني بالنادي الاهلي، وطبعا اجهزه اللياقه البدنيه السنه دي ياخدوا جائزه نوبل في محاربه الاجهاد، لان اصعب موسم في تاريخهم في هذا الامر، والموضوع بتاع الاجهاد دوت والحمل ده يعني بيبقى فيه رخص، فربنا كده يعني يديهم اكتر من علمه ومن مجهودهم اللي صراحه عاملين شغل على اعلى مستوى مع النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ وافق ليه لعيبه المنتخب انها تروح لسفاره سويسرا عشان تطلع التاشيرات. طبعا انتوا عارفين ان في معسكر لمنتخب مصر هيبقى في سويسرا استعدادا لكاس العالم، هيبقى في مباراه مع البرتغال ومباراه اخرى اعتقد مع اليونان قبل التوجه الى كاس العالم. وبرضه هقول لحضراتكم ان للماتش الثاني الاهلي هيفقد جهود نجمه الكبير عبد الله السعيد. عبد الله السعيد محتاج ياخد راحه، محتاج ياخد راحه يفكر فيها هو مع نفسه في حاجات كتير قوي خاصه بمستقبله مع النادي الاهلي وخاصه بمستقبله مع منتخب مصر. والجهاز الفني دايما بياخد هذا القرار ان هو يحافظ على اللعيبه ويحمي اللعيبه من التعرض للاصابات وتفادي الاصابات زي ما قلت لحضراتكم. فالجهاز الفني فضل ان هو يعني ياخد راحه عن ماتش الانتاج الحربي ان شاء الله يوم السبت المقبل. ويعني حضراتكم شفتوا في اللقاء الماضي جونيور اجاي لعب 10، عندك اسلام محارب يلعبها، عندك عبد الله السعيد
كل هذه الفوائد اللي موجودة داخل قائمة النادي الأهلي. كابتن أحمد أيوب بيتكلم على صفحة النصر وأغلقت تماما، وأنه هو مركز في مباراة الإنتاج والبطولة الأفريقية وضربة البداية في دور 32. قال هناك أولويات. خليني أقول لحضراتكم أن الأهلي هيلاعب مونانا الجابوني، كسب ريال كلوب بهدفين مقابل هدف في مجمل اللقاءين، وكده الأهلي هيواجه مونانا الجابوني في دور ال 32 ان شاء الله، هيكون في اعتقد في 9 مارس ان شاء الله، هيكون 6 مارس ان شاء الله هتكون ضربه البدايه للقاء الذهاب. وكل التوفيق والامنيات للنادي الاهلي بتخطي طبعا دور ال 32 والمجموعات، وايضا فوز بالكاس التاسعه باذن الله. الكابتن احمد ايوب ان هناك اولويات في ترتيبات حسابات الجهاز الفني، وقال ان في بطل الجابون وبطل بوركينا فاسو اللي هو ريال كلوب، الاهلي خلاص اعلن او اعلن انه هيواجه مونانا الجابوني. في فحص جديد لرامي ربيع في المانيا، وموضوع العضله الضامه وخد حقنتين بلازما، وموضوع رامي ربيع محتاج تاني، لان التسرع في العضله الضامه دي عضله رخمه جدا، يعني عايز اقول لحضراتكم من العضلات اللي اصابتها صعبه جدا، ان هي اصلا حجمها ما هوش كبير وتشخيصها صعب، وبيبقى في حاجات كتير قوي مؤثره فيه، ومن العضلات اللي يعني انت ممكن العضلة الخلفية تشد ويبقى ليها حل، ممكن السمانة تشد ويبقى ليها حل، الأمامية ممكن لحد ما يبقى، لكن دي ملهاش حل، يعني مشكلتها ان هي لما بيبقى فيها يعني اي ازمه من الازمات لازم يبقى فيها تاني، وده الصراحه الصح اللي عمله الجهاز الفني ومع رامي ربيع في ان هو ياخد وقته في الفحوصات وياخد وقته في فتره العلاج. رامي ربيع طبعا في دماغه عايز يلحق موضوع كاس العالم، ولكن في نفس الوقت لازم يبقى فيه تأني زي ما حصل مع مروان محسن في إصابة الرباط الصليبي، اللي مروان محسن رجع هو كمان بقى للمشاركة مع النادي الأهلي، شفناه في لقاء النصر وعنده تصريح ان هو بيتمنى المشاركة في مونديال روسيا، وقال ان هو سعيد بمستوى وليد أزارو وبيتمنى له التوفيق، وايضا هي منافسة مشروعة بالنسبة له وبالنسبة لأي مهاجم عشان يحجز مكانه الأساسي في النادي الأهلي. ومروان محسن بيتمنى المشاركة طبعا في مونديال روسيا، واحد من اللعيبة اللي أصلا يعني حصل له إصابة في كأس الأمم الأفريقية، إصابة الرباط الصليبي، ومنتخب مصر كان بيحتاجه. مروان محسن من الفراودة اللي على أعلى مستوى، من الفراودة اللي بيعرف يلعب بدماغه، محطة كويسة لزمايله، كورته كويسة، يعني كل مقومات المهاجم موجودة في مروان محسن، وكان له مشاركات مع النادي الأهلي بشكل قوي الموسم الماضي، ومنذ طبعا الإصابة ما بيشاركش بصفة طبعا منتظمة عشان النادي الأهلي خد زي ما قلت لحضراتكم وقت في الإصابة. محمد هاني كلمت مع حضراتكم في موضوع نغمة الدوري، لكن محمد هاني يعني من النماذج اللي الكل اللعيبة الناشئين في مصر، محمد هاني تصعد من 4 سنين واحد من اللعيبة اللي الناس كلها بتحبه، بسم الله ما شاء الله عنده حب الناس، ودي موهبة، واخلاقه وادبه وقتاله في الملعب تحس ان عنده محمد هاني عنده شخصيه في الملعب. محمد هاني يلعب مساك يلعب مساك، محمد هاني يلعب باك يمين، نصف نهائي كاس افريقيا امام الترجي ما فيش اي مشكله، وملعب رادس مليان على اخره ما عندوش اي مشكله، ما عندوش اي مشكله محمد هاني. محمد هاني يلعب مساك وهي مش مكانه برده ما عندوش مشكله، ابتدى يحرز اول اهدافه في لقاء النصر، صراحه كان عمل متابعه جميله جدا بتبين لك مدى وعي لعيبة النادي الأهلي للخطة أو للهدف. يعني الكرة لما ردت الفاول بتاع معلول، بصوا كام لعيب من النادي الأهلي سبق مدافعين فريق النصر عشان يجيبوا هدف، وكان منهم محمد هاني اللي تابعها بشكل جميل جدا وأحرز هدف، وهو هدف غالي جدا بالنسبة له، بيكلل مجهوداته كلها. محمد هاني من اللعيبة الجمال أداء وخلقا وسلوكا، ونموذج لكل اللعيبة الشباب، والواحد بيبقى فرحان لما بيبقى فيه ناشئ من لعيبة النادي الأهلي يصل إلى هذا المستوى. واحد من اللعيبة اللي صراحة بيفرق بيصنع الفارق مع كل المدربين، وجوكر ادي الكره زي ما بقول لحضراتكم، بصوا 4 لعيبه سبقوا كل مدافعين النصر، دي حاجه من الحاجات اللي تبين لك الفرق ما بين النادي الاهلي وليه الاهلي تعب الناس، عشان الكلام اللي بيتقال في التمرين بيتطبق في الملعب. وواحد من الناس اللي راحت هتلاقي مدافع محمد هاني باك يمين، ولكن في النادي الاهلي ما فيش بقى حته المركزيه، كله عايز يجيب اجوان،
النادي الاهلي دايما بيحاول يضرب الدفاعات بالباكات، واللي شاطها ادي علي معلول، وبصوا كام واحد 1 2 3 4 قبل مدافعين النصر، حتى الكادر بتاع لعيبه النصر ابتدى يظهر بعد ما هاني كان احرز الهدف، وهدف غالي جدا على جمهور النادي الاهلي حبا في اللاعب محمد هاني. واحد تاني من الناشئين برضو اللي جمهور النادي الاهلي بيحبهم احمد حمدي، لعيب حريف بيواصل التاهيل من الشد في العضله الخلفيه واللي حرمته من التواجد مع الفريق في المباراه الماضيه، وكان تالق هو في لقاء النصر الدور الاول. احمد حمدي برضو من اللعيبه الموهوبين، وان شاء الله يعود مره اخرى، لان النادي الاهلي في احتياج شديد لامكانيات احمد حمدي، من اللعيبه الجميله اللي داخل الفريق النادي الاهلي. هقول لحضراتكم ان في قرارات من لجنه المسابقات على ما حدث في احداث لقاء الداخليه والمقاولين. صراحه مشهد كان صعب، وكنا بنتمنى ان الموضوع يبقى ما يصلش لهذه الدرجه من الاحتجاجات على حكم اللقاء هشام الفلال من لعيبه نادي الداخليه. صراحه فريق الداخليه من الفرق المحترمه مع جهاز فني على اعلى مستوى كابتن علي ابو عال، ووضعه في الدوري ما هوش مقلق عشان نلاقي رد الفعل بهذا الشكل. ضربه الجزاء اللي احتسبت لفريق المقاولين في البدايه بعيده تماما عن الصحه، ولكن احداث ما بعد المباراه صعبه، احداث ما بعد المباراه صعبه، وصعبه على فريق زي الداخليه، وده الفاول اللي جه منه الهدف الثاني. وعلى فكره دي كانت ضربه، كانت لمسه يد لما حصل بقى، وجي مدافع فريق الداخليه طبعا من الاحتجاج الشديد فقدوا تركيزهم، الكره داخل الجون. هنا الوقت بدل يضيع الحكم حاسبه، وبعدين بعد ما انتهى اللقاء يعني التوجه لعيبه الداخليه للحكم والاعتراض بهذا الشكل، وكان في ناس بتحاول تحتك بيه، وحتى كان الامن يعني بيحاول كده منع الحكم، احنا كنا عايزين خلاص الظاهره ديت بقى تبعد تماما، تنتهي تماما من ملاعبنا، احنا داخلين على عوده جمهور، وداخلين على كاس عالم، داخلين على حاجات مهمه جدا، وانضباط الملعب مهم جدا، ولعيبه الداخليه حتى وان كان الحكم اخطا فكان من الافضل بالنسبه لهم ان هم ما يحتجوش بهذا الشكل، وبيبقى في محاوله احتكاكات لعيبه كبار، لعيبه دوري ممتاز. وصراحه يعني برضو يحسب للكابتن علاء ابو عال اعتذاره في وسائل الاعلام بعد هذا المشهد، كان في احد المداخلات خاصه مع احدى البرامج مع كابتن شوبير واعتذر، ودي صراحه حاجه محترمه وعلى اعلى مستوى. برضو لازم نشيد زي ما احنا انتقدنا الحدث، برضو بنشيد بان هو اعتذر، ادي المظهر اللي احنا مش حابين ان احنا نشوفه مره تانية في ملاعبنا. خلينا اقول لحضراتكم ان قرارات لجنه المسابقات، كابتن علي ابو عال ايقاف لمده مباراتين بسبب اعتراضه وتصريحاته ضد التحكيم، كل من محمود شكري اداري الفريق وحسين حسن اخصائي التاهيل 4 مباريات سلوك غير رياضي، وعامل غرفه الملابس فريق الداخليه من التواجد في المباريات حتى نهايه الموسم، سواء جوه الملعب الداخليه او خارج ملعبها، دي بعيده تماما. وفي لجنه في اللجنه ايضا وقعت غرامه ماليه على فريق المقاولين بسبب نزول الجماهير لارض الملعب، بالاضافه الى الاعتراض على الحكم بشكل غير لائق. دي من الحاجات اللي ان شاء الله نتمنى ان تنتهي من ملعبنا. عندنا خبر مهم جدا، وفد اتحاد الكره بيحضر ورشه عمل في روسيا. الناس بره ما بتهرجش، الناس بره ما بتهرجش، في كاس عالم في روسيا، في فرق هتكون موجوده في 64 فريق، اللي موجودين كل الفرق اللي رايحه، في وفد بيروح عشان بيبتدي يتعرف يعني ايه المراسم اللي موجوده داخل البطوله، الحاجات اللي هيعملها داخل اجواء البطوله، سواء مؤتمر صحفي، ازاي هيروح الملعب، ازاي الحاجات دي كلها في منتهى الاهميه، عشان ما تتفاجئش في وسط البطوله بحاجه بره الموضوع، عشان ما تطلعش بره النظام. فدي من الحاجات اللي دايما الاوروبيين يعني صراحه مشهورين بيها، ولازم احنا نبتدي نتعلم منهم في الموضوع دوت. يوم الاحد المقبل وفي وفد الاتحاد المصري لكره القدم متوجه الى روسيا مشاركه في ورشه عمل منتخبات اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكره القدم واللجنه المنظمه المونديال الروسي 2018. وفد الاتحاد بيترأسه الاستاذ كرم كوردي عضو مجلس اداره، والمهندس ايهاب لهيطه مدير منتخب، وفانتا جوزيه المدرب العام، ومحمود فايز المدرب وايضا المترجم لمستر هيكتور كوبر، ودكتور محمد ابو العيله الطبيب، ومحمد صلاح الاداري، وايناس مظهر من اداره الاعلام. ودي حاجه مهمه جدا، حتى الاعلام عشان
موضوع المؤتمرات الصحفيه، التعامل مع وسائل الاعلام هناك، وفي صحفيين من كل دول العالم حابين ان هم يتعاملوا مع منتخب مصر. ازاي الميديا كونسلتنت او الاخصائي او منظم الاعلام اللي موجود من منتخب مصر هيتعامل مع هذا الشأن؟ ورشة العمل في مدينة سوتشي روسية من 25-28 فبراير، وهيبقى فيها كل الوفود المنتخبات المتأهلة إلى هذه البطولة 32، أنا قلت 64، لا هو 32 فريق. وأيضا حاجة من الحاجات المهمة برضو، خبر من الخبر من الأخبار المهمة، وزارة الرياضة هتكرم شهداء الروضة. وزارة الشباب والرياضة تغيير اسم، قررت تغيير اسم مركز شباب الروضة بالعريش إلى مركز شباب شهداء الروضة، عشان تمجيدا لذكرى ضحايا الحادث الإرهابي الأليم اللي وقع في شهر نوفمبر المسجد لو حضراتكم تتذكروا. وهنا خلاص يعني بيبين بقى إن الإرهاب ولا مسلم ولا مسيحي ما بيفرقش. اتخذ القرار طبعا معالي الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وغير مركز الشباب من شهداء الروضه، من مركز شباب الروضه الى شهداء الروضه. وجاء في النص قرار وزاره الشباب توجيه مجلس اداره مركز شباب شهداء الروضه بضروره وضع لائحه تضم اسماء شهداء الحادث الارهابي، ودي حاجه من الحاجات برضو المهمه جدا لتمجيد ذكرى الحادث. طبعا ربنا يرحمهم كلهم شهداء، نحتسبهم شهداء عند الله. ده اخر اخبارنا النهارده، هطلع فاصل واستقبل ضيوفي الكبار، كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر كابتن فوزي سكوتي، وايضا كابتن عمرو انور. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حد. الدوري المصري اوشك على النفاس، اوشك على انه خلاص يقترب من مرحله الحسم، والنادي الاهلي في طريقه ان شاء الله في النجمه الاربعين. هبتدي بلقاء النادي الاهلي والنصر. النادي الاهلي يفوز بخماسيه نظيفه على استاد القاهره امام فريق صراحه كان الى حد ما مستسلم تماما تماما. ما شفناش من فريق النصر على الرغم من دي من الماتشات اللي فرقه النصر هي عايزه تسوق لعبتها ممكن تستفاد من هذا اللقاء بكل حاجه. كابتن فوزي، كيف رايت لقاء النادي الاهلي امام النصر؟ هو لقاء زي اي ماتشات، بس يعني احنا كنا متوقعين نادي النصر هيقدم ماتش جميل، هيقدم ماتش ان هو خلاص مش باقي على حاجه، اللعيبه بتاعته بتعرض نفسها زي ما قلنا، عايزه الناس كلها بتتفرج على الاهلي طبعا، الاعلاميين الناس كلها بتشاهد ماتشات الاهلي، فهو بيسوق نفسه كلعيبه فانه يؤدي جامد قدام الاهلي، بس ما قدرش طبعا. امكانيات فرق امكانيات طبعا يا محمد، يعني وعمرو عارف احنا فريق النادي الاهلي بيلعب كل ماتش ماتش، ما بيسيبش يعني ما مش هيسيب ماتش واحد يعدي منه، بياخده بجديه حتى. بجديه من اول دقيقه، حتى كابتن حسام البدري طبعا هو عارف ان الكلام ده، عامل حساب النصر اللي هينزل والنصر ممكن يلعب قصاده جامد ويلعب عشان مش باقي على حاجه. وشفنا فعلا ان يعني لعيبه النادي الاهلي زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي، الكره بتلعب الفاول، هاني محمد هاني بيجري بيحط الكره الجون، ما حدش بيجري، ما حدش بيتحرك وراه، يعني لعيبه الاهلي السرعات ازاره وبتتلعب الكوره، يعني كل الديفنس راجع بتاع النادي النصر، كل اللعيبه بتجري مش عارفين، ما حدش ماسك، ما حدش، ما فيش مساك. يعني كان المفروض كابتن سيد عمر ان هو يقفل على لعيبه النادي الاهلي، سيد عيد، سيد عيد اسف، سيد عيد بقى بيقفل على لعيبته، يعني حتى ضربه الجزاء اللي جت يعني بيساعد النادي الاهلي ان هو بيجيب ضربه جزاء بيسهل له الماتش، يعني اللعيبه بتاعته مقفله على الماتش بطريقه يعني مش بيمسك، هم بيجروا ورا الكوره، فما فيش تمركز، ما فيش بتاع، كله يعني احمد حمودي شفنا بيعمل بياخد ضربه جزاء، هو كان متالق الصراحه في الماتش ده، يمكن احسن شويه على اساس انه الكابتن حسام اداله فرصه كويسه كمان انه يطلع اللي عنده، وهو لعيب كويس طبعا احمد حمودي، نتمنى له استمراريه على كده. شفنا ازارو هو ضربه الجزاء جميله كمان، يعني سجدت الكابتن حسام طبعا، ازارو حط ضربه جزاء، شفت يا عمرو دلوقتي اتغير قوي على فكره ازارو بجد، الثقه اللي احنا قلنا عليها، الثقه اللي هو بدا يكتسبها من زملائه ومن لعيب من لعيبه النادي الاهلي، اكتسب الثقه وبيلعب دلوقتي حاسس ان هو في وسط يعني اهله، يعني في وسط اللعيبه دي اخواته كلهم، مش غريب عنهم زي ما كان في الاول، كان وكان الجمهور حتى كان بيزمزم عليه شويه، دلوقتي ما شاء الله يعني ازارو يمسك الخشب ربنا يحميه يعني ويبعد عنه الاصابه، ان هو ما شاء الله يعني ويسجل، وشفنا الهدف الاول والهدف الثاني، نتمنى له هداف الدوري دلوقتي ما شاء الله، فحاجه كويسه يعني. كابتن عمرو، انت
تغيير مكان اجاييه، اجاييه بقى عوض عبد الله سعيد في هذا اللقاء لعب مركز 10، وجود حمودي دخوله في التشكيل، رجوع معلول، يعني بعض التبديلات ما حسيناش ان طريقه لعب النادي الاهلي اختلفت. لا، ما هي دي يعني النقطه اللي تحسب للجهاز الفني، ان انت اي 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 11 لعيب بيبداوا المباراه بيأدوا بنفس الشكل، يعني واضح ان اللعيبه كلها بتتمرن بسيستم واحد، يعني فيش تركيز على مجموعه معينه، وفي يعني في بعض المدربين بتلاقيهم في اوقات معينه بيركز على الفريق الاساسي والفريق الثاني بالظبط. لا واضح، ودي يمكن النقطه اللي مخليه مش عايز اقول التشكيل بتاع النادي الاهلي مش ثابت، لا في تدوير كتير في الماتشات، لان المباريات الفتره الزمنيه ما بينها قليله جدا بالظبط. فانت النهارده كجهاز فني او كمدير فني لما تقدر تجهز 25 لعيب او 30 لعيب اللي موجودين عندك، بتقدر توظف اللعيبه بتاعتك. انت يعني الطبيعي ان كل فرقه بيبقى فيها اكتر من لاعب بيقدر يلعب في اكتر من مكان، حته بقى انت توظف اللعيبه دي فين، امتى، ايه المباريات اللي انت ممكن تحتاج اللعيبه فيها في اماكن تانية مختلفه غير المراكز الاساسيه بتاعتها، دي كانت موجوده وظهرت بشكل كبير جدا في المباراه بتاعه النصر. يمكن المكان اللي لعب فيه او جاي لعب فيه بسبب ان عبد الله مش موجود، يعني مش حته ان انت فيها حته تدوير او فيها اراحه لبعض اللعيبه، لا هو في عندك لعيب مهم جدا او اللعيب الاساسي في المكان ده ما كانش موجود، كان مصاب، فانت حطيت اجاي. اجاي من نوعيه اللعيبه اللي هي بتلعب في الثلاث مراكز اللي تحت راس الحرب، لانه لعيب لما بيلعب على طرف هو عنده بالظبط، عنده هو سريع ومهاري، فتقدر تستفاد بالسرعات لما تلعبه على الطرف، وتقدر تستفاد بالمهاره لما هو ما شاء الله تلعب. قوي كمان بنيانه قوي، دي حاجه. وفي حاجه تانية، في دور تاني هو بيعمله وهو بيلعب في الحته اللي هي بتاعه خلف المهاجم او الحته بتاعه صانع اللعب، ان انت لما بتبقى الكوره عندك او الهجمه شغاله من طرف من الطرفين، بيكون هو راس حربه تاني، مهاجم تاني جنب المهاجم الاساسي اللي موجود اللي هو وليد ازهر. فدي تقدر ان انت عندك لعيب بالامكانيات دي بتقدر توظفه في الثلاث اماكن اللي هم موجودين تحت راس الحربه، فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا. في حمودي يا كابتن، يعني حمودي امبارح حسينا ان هو مرتاح، يعني كنا دايما حاسين ان حمودي بيلعبوا عليه ضغط. اللقاء الامس او اول امس كان حمودي مستريح بيعمل كذا اسيست وبياخد ضربه جزاء، بيصنع اسيست برجليه اليمين وهو اشول الهدف الثاني، اسيست على اعلى مستوى وفي وعي كبير جدا، والجمله دي بتتعمل دايما في التمرين. تمام، يعني هي الفكره برضو، فكره ايه، انت كلاعب كوره لما يعني مش عايز اقول مستوى متذبذب، ان انت مش قادر تطلع كل امكانياتك، ومع ذلك بتلاقي المدير الفني بتاعك عنده ثقه فيك كبيره وبيدفع بيك في مباريات كتير، بيبدا بيك كتير مباريات، دي حاجه يعني بتدي لك ثقه وبتدي لك احساس ان الجهاز الفني في ظهرك او المدرب في ظهرك، فبتقدر تطلع الامكانيات اللي عندك. هو اوريدي لعيب كويس، يعني هو اوريدي عنده امكانيات عاليه، ما كانتش طالعه، ما كانتش ظاهره في المباريات اللي قبل مباراه النصر، انما حته الثقه اللي هو لعب بيها مع، خلي بالك برضو في حاجه بتفرق مع لعيبه الكوره، وخصوصا لما يكون لعيب كوره ما بيطلعش كل اللي عنده في المباريات اللي قبل كده. البدايه بتاعت المباراه لما بتبدا المباراه بشكل كويس وبتبدا يعني التركيز ده موجود موجود، لا انا بتكلم لما بتبدا بشكل كويس وبتحس ان الكوره ماشيه معاك، نفسك بالظبط، نفسك بتتفتح اكتر، بتبتدي تادي اكتر، بتبتدي تجري اكتر، تتحرك، تظهر للكوره اكتر. يعني احنا من المشاكل اللي موجوده عندنا في الكوره ان اللاعب اللي معاه الكوره بيبقى مش لاقي حد يلعب له او يبصيله، او عندنا مشكله التحرك بدون كوره. نعم. دي حاجه موجوده عندنا في الكوره المصريه، ده حقيقي فعلا. فبتلاقي في اوقات كتيره جدا الراجل اللي معاه الكوره بيضطر انه يجري بالكوره لان مش لاقي حد يبصيله او مش بالظبط كده. وحتى الخبراء الاجانب يا كابتن دايما يقولوا مشكله اللعيب المصري راننج تو ماتش وذ بول، يعني بيجري كتير بالكوره بالظبط. وده خلي بالك ده الفرق ما بين اداء النادي الاهلي وما بين اداء اي فرقه في الدوري، تحرك اللاعبين من غير كوره، ان انت النهارده اللاعب في الملعب اللي معاه الكوره بيبقى عنده اكتر من اختيارين وثلاثه في اوقات. نعم. ان انا ممكن اباصي لعمرو، ممكن اباصي لحمودي، اباصي عندي اختيارات ان انا اقدر العب كره سهله وبسيطه، ودي اللي بنلاقيها في النادي الاهلي وبيطبقها بشكل كويس جدا. بالظبط بالظبط. كابتن فوز، اسالك على صلاح محسن، يعني الهدف اول اهدافه مع النادي الاهلي، كابتن حسام بدري برضو لعبه في مركز جناح وبيكمل راس حربه في بعض الاوقات تاني جنب وليد ازارو، يعني برضو تقييمك لاداء صلاح محسن في هذا اللقاء؟ هو صلاح محسن من اللعيبه اللي هي هيبقى لها مستقبل كويس في النادي الاهلي. نعم. بالخامه اللي هو موجوده فيها. والكابتن حسام برضو بيدفع بيه في اوقات
لسه واحده واحده لغايه لما ياخد يتاقلم مع الفرقه كويس جدا. لكن هيبقى خامه كويسه. وحتى الجون اللي جابه على فكره زي ما عمرو قال دلوقتي بيتكلم، انا ممكن احمد حمودي بيجري بالكوره وما يلاقيش حد يلعبها له. يعني هو واقف في المكان الصح، المكان المناسب اللي هو حتى لو الكوره لو عدت من الباك، لو عدت من الجون، وقعت من ايده، هو يكمل فيها. فدي كان متوقع كمان انها ممكن تعدي زي ما حضرتك. هي عدت من الباك طبعا من تحت رجليه، وهو واقف في المكان الصح. يعني بص ازارو واقف ورا وهو مطلع مكمل قدام. يعني هي لازم الكوره كده، يعني بنلاقي على طول بيحطها في الجون. يعني هو هداف برده صلاح محسن، فعشان كده كابتن حسام بيدي له حته كويسه. الحته اللي كان بيتكلم عليها عمرو دلوقتي، احمد حمودي من اللعيبه كويسه قوي. بس عنده الحته، خلي بالك كابتن حسام بدري برده، احمد حمودي عنده الحته بتاعت الدفاعيه قليله شويه. بس هو ابتدى يشارك، وهيبدا ما هو مع الماتشات. هو كابتن حسام برده عشان ما بيلعبش كتير احمد حمودي، ف احمد حسام بيحب اللعيب الكامل اللي بيرجع يدافع ويكمل قدام، الباك اللي وراه. يعني زي ما بنشوف اجاي بتلاقي ما شاء الله بيرجع ويدخل ال 18، بيدخل ال 18 والهجوم ويرجع لل 18 بتاعك. ازارو نفس الكلام، يعني بقول لك الاثنين اللي هم اللي بيعتمد عليهم في الهجوم وناحيه التهديف. هو الاهلي بيدافع كتيم وبيهاجم كتيم، ما دي ميزه النادي الاهلي. وبعدين اتكلم عليها كابتن عمرو كويس قوي، اللياقه البدنيه. انك انت بتجهز اللعيبه بتاعتك كلها، حتى مروان محسن حتى وهو نازل يعني بيجهز كل لعيبته، هيحتاج كل اللعيبه. انت عارف يا عمرو، انت هيكمل الدوري وان شاء الله يبقى فرق جامد قوي، هيلاعب معظم اللعيبه. عشان نريح، احنا كل ثلاث ايام اللعيبه بتلعب ما بياخدوش نفسهم. يعني شفنا عبد الله سعيد اجهد، فلازم اريحه عشان يرجع برضو يدينا. انا داخل في عندي بطوله، داخل على افريقيا، خلاص هلعب في افريقيا وماتشات قويه، وهتبقى فيها عايز تثبت وجودك في افريقيا، وعايز تاخد بطوله افريقيا، فعايز كل اللعيبه اللي عندك. والاهلي برضه عشان اذكر مشاهدينا هيلاعب مونانا الجابوني، كسب ريال كاجي وقال بوركيني بموجب هدفين مقابل هدف، وهيبقى هو اللي هيواجه النادي الاهلي في اللقاء ال 32. كابتن عمر، النادي الاهلي عنده 16 لاعب احرزوا اهداف من قائمته، ودي يمكن مش موجوده في اي نادي تاني. كيف تفسر تعدد الجرعه التهديفيه في قائمه النادي الاهلي؟ هتفسرها بـ 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 بالوفره العدديه بتاعت اللعيبه اللي هي بتلعب خلف المهاجم. نعم. الكره دلوقتي بقت زي ما بنقول اللي هم القادمون من الخلف. نعم. دول اللعيبه اللي بيبقوا هربانين من الرقابه. معظم المدافعين النهارده لما الكوره بتبقى شغاله الناس كلها بتتفرج على الكوره، ما حدش يعني انت لما تتابع الجون بتاع مروان محسن، هو جاي من ظهر الناس كلها بغض النظر بقى الكوره عدت من المدافع وعدت من الحارس، انما هو لو مش متواجد في الحته دي ما كانتش الكوره هتيجي جون. نعم. يعني فهي فكره ان انت النهارده عندك مجموعه مميزه جدا من اللعيبه اللي هي بتلعب خلف راس الحربه. حتى عنده يعني ايمن اشرف احرز، محمد هاني احرز. انا بكلمك على الاكتر ناس مكان بتجيبه. ده حقيقي ان عندنا مثلا ازارو 16، عبد الله 10، اجاي 7، وليد سليمان 6، اسلام محارب 4، كل دول وكان يعني مؤمن قبل ما يمشي وكان يعني. فهي دي هي دي النقطه، ان انت النهارده الثلاثه اللي هم اللي موجودين تحت راس الحربه دول بيخلقوا فرص للمهاجم وبيخلقوا فرص لنفسه. نعم. التواجد والتحرك من غير الكوره اللي احنا اتكلمنا فيه هو ده السبب الرئيسي ان انت النهارده بتقدر يبقى عندك مجموعه كبيره جدا من اللعيبه تقدر انها تهدف او عندها القدره على التهديف، عكس ما يكون عندك انت معتمد على لعيب واحد او على لاعب واحد او على مهاجم صريح. النهارده المهاجم الصريح ده اكتر واحد بيبقى ممسوك في الملعب. انت النهارده المهاجم الصريح ده واحد بيلعب في وسط اثنين ال 90 دقيقه بتوع المباراه. ولكن انت الناس الاطراف بصانع اللعب اللي بيلعب من تحت دول، يعني لما تقول في 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 ضغط دفاعي عليه هتلاقي اللعب واحد ضد واحد او واحد ضد اثنين. تفتكر عمرو برضو كان سعد سمير، ما سعد جاب ما لسه هو لا يعني كنت ما تعرفش مين اللي هيجيب الجون، بيجيب لك جون في اخر لحظه بتكسب بيه الماتش. سعد سمير يعني دي ميزه النادي الاهلي. دي جايه برضو يا جماعه، يعني برضو دي حاجه لازم يعني تتحط في الحسبان، الروح والثقه في المكسب والثقافه بتاعت المكسب اللي هي موجوده عند اللعيبه كلها من المدافعين لحد المهاجمين. ان انا النهارده يعني يمكن محمد برضو انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي بيلعب كتيم ككتله. وانت بتدافع الناس كلها بتدافع، وانت بتهاجم الناس كلها بتهاجم، وهي دي الكره اللي موجوده دلوقتي حديث. فمعنى ان انا عندي دور هجومي يبقى انا عندي القدره ان انا ممكن اجيب جون في اي وقت، وده الطابع اللي موجود والاحساس اللي موجود عند اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في النادي. طيب عايز اسال حضرتك، يعني شفت صلاح محسن اداؤه ازاي في اللقاء؟
انا يعني انا بالنسبه لي كبدايه انا شايفها بدايه جيده، مش هقول بدايه ممتازه ومش هقول بدايه يعني متوسطه، لا انا شايفها بدايه جيده. هو طبعا اولا هو لعيب صغير في السن بيلعب في نادي كبير جاي في وقت ضيق، يعني في فرق النهارده ان انت لما تلاعب لعيب وهو حاضر معاك فتره اعداد وشايف الاسلوب بتاعك في التدريب واخد الجرعات التدريبيه بتاعتك ان كانت بدنيه او فنيه او تكتيكيه ايا كان، وفي فرق ان انت تجيب لعيب في وسط الموسم مع ان انت ما عندكش حتى فتره راحه في وسط الموسم ما بين الدورين ان انت تقدر تحفظه حاجه او ان انت تقدر تديله حاجه يقدر يحفظها. هو يعني لعب، انا شايف يعني هو لعب في وقت مناسب في مباراه مناسبه، يعني انا شايف ان ده سبب من الاسباب اللي يخليه يقدر ان هو يتاقلم بسرعه مع النادي. لعب في مكان انا مش عايز اقول انه مكان مش بتاعه، لا هو قادر انه يلعب مهاجم صريح وقادر انه يلعب كوره كابتن، عنده مهاره فيقدر يلعب بالظبط، فيقدر يلعب في الحته دي ويقدر يلعب في الحته دي. فانت النهارده كمدرب لما يبقى عندك النوعيه دي من اللعيبه اللي هي بتقدر تلعب في اكتر من مكان، تقدر توظفها في اكتر من مكان، ده فايده كبيره جدا ليك وللفريق. فده اللي حاصل، وانا شايف ان هو مع الوقت مع التكرار. مش وقت المباريات، لا مع الوقت في التدريب مع الجهاز الفني ومع اللعيبه مع حفظ الادوار بتاعته سواء دفاعيه او هجوميه، لا هيبقى احسن من كده. كابتن فوزي اللقاء دوت يعني شهد مشاركه او عوده مشاركه حسام غالي بعد فتره منذ انتقاله الى النصر على سبيل الاعاره، ونزول حسام غالي مره ثانيه كان له دور مهم، دور ايجابي ان برضه واحد من اللعيبه الكبار موجود وبيشارك. وهل كانت يعني مشاركه في وقت توقيت صح من كابتن حسام بدري انه اعطى لحسام بدري لقاء النصر؟ هو طبعا كابتن حسام بيحسب كل حاجه بوقتها، يعني بيحسب امتى مشاركه اللعيبه. يعني شفنا الماتش اللي فات حسام ما كانش موجود، الماتش اللي فات النصر هو موجود، اللي قبليه ما كانش موجود، الماتش النهارده موجود، عارف انه ممكن يدفع بيه. النتيجه بقت كويسه، بيقدر حتى احنا كنا بنتكلم ويقول الكابتن حسام هيغير ثلاثه على الاقل بين الشوطين، وهو استنى شويه بعدين غير، محتاج مروان محسن، عايز يديله الثقه وعايز يخليه يلعب وعايز يرجعه الفورمه بتاعته. زي ما قال عمرو كده فعلا لما بنتكلم على صلاح محسن، انت عشان تدخله في وسط النجوم، نجوم النادي الاهلي هم نجوم برضو، هو بالنسبه لهم يلعب زي ما احنا واحنا صغيرين كده، وعمرو كان برضو صغير وطلع لقى في نجوم موجودين في الفرقه، عشان يلعب في وسطهم محتاج الثقه ومحتاج ان يلعب فتره كبيره. فدي برضو صلاح محسن لما ياخد الثقه ويلعب ويثبت وجوده في وسط الناس دي هيبقى موجود، ويوم ما الكابتن حسام يفكر يحتاجه هيلعب. نفس الكلام حسام يعني ما غالي مش غريب على الفرقه، ده كابتن الفرقه، وقبل ما يمشي كان عامل موسم كويس جدا وعامل الموسم اللي فات كويس جدا وحققوا بطولات كويسه جدا. موقع الاهلي والزمالك الدور الثاني كان مبدع الصراحه، يعني الصراحه يعني عملوا ماتش الصراحه حلو يعني، وثبت ان هم فعلا يعني في ساعه الوقت اللي بيبقى فيه اللعيبه بنقول عليهم رجاله. وهو ما بيقلش عن اللعيبه اللي موجوده حسام غالي، وبعدين بيعرف يقود الفرقه بتاعته. انت محتاج برضو معظم الفرق الثانيه الصغيره محتاجه في قياده بيبقى موجوده في الملعب غير الكوتش بره طبعا، بيبقى في قياده موجوده، في لعيبه كبار في السن، في لعيبه خبره بتاعتها بتشجع اللعيبه الصغيره اللي نازله لسه بتاخد الخبرات انه يقدر بيكلمه وبيشجعه وبيحركه، وامتى بيلعب الكوره وامتى يمسك الكوره شويه وامتى يهدي اللعب، الحاجات دي كلها خبرات. فكابتن حسام طبعا البدري لما نزل حسام غالي في هذا التوقيت، توقيت كويس جدا لانه برده بيرجعه وهيحتاجه الفتره الجايه، هيحتاجه لانك انت دلوقتي عبد الله السعيد الماتش الجاي برده مش موجود، هنشوف بقى كابتن حسام بدري هل ممكن يبدا بحسام غالي او ممكن يبدا بمين، هيبقى هو لسه طبعا التفكير بتاعه هو اللي بيفكر فيه. لكن انت معظم اللعيبه عشان عندك اصابات كتيره اليومين دول، اصابات بتحصل كتيره كل شويه، محتاج كل اللعيبه الموجوده. فلما ارجع حسام غالي دلوقتي وحسام عاشور موجود وعمرو السوليه بن بركله خد احسن لعيب هذا الاسبوع برضو، يستحق الصراحه. عمرو السوليه ما تحسش بيه يا عمرو في الملعب، زي ما احنا قلنا اللعيب اللي ما تحسش بيه في الملعب بس ما تقدرش تستغنى عنه، مهم جدا ما تقدرش تستغنى عنه. يعني ممكن يقول لك ايوه عمرو السوليه في الملعب بس مش حاسين بيه، بس بيعمل اكتر واحد بيبذل مجهود في الحته بتاعت نص الملعب، مشكله تحركاته ورا وقدام. بعض الساده بينتقد عمرو السوليه بشكل يعني فج للغايه، ومش حاسين بدوره وازاي ان عمرو السوليه من اهم لعيبه خط الوسط مش بس في النادي الاهلي بل في مصر. هو المشاهد اللي بيتفرج عايز اللعيب يعمل كل حاجه. يعني عمرو السوليه كان قبل ما يجي النادي الاهلي كان رجله دي ما شاء الله،
يعني عامل زي عمرو رجله ما شاء الله، كنا بنقول عمرو برده رجله الجميله على الجون، بيشوط من اي حته. تعليمات حسام البدري ممكن طالب منه واجبات معينه، بس هو حتى في ماتش الاسماعيلي يا كابتن كمل وراح جاب جول. أيوة. الماتشات المهمه كمان يعني بيصنع فارق. يعني هو عمرو السوليه من ما انا بقول لك من اللعيبه انك انت موجود في الملعب وما تقدرش تستغنى عنه. ما دي يعني معادله صعبه جدا، ان انا ما اكون انا بلعب وموجود في الملعب وبس، يعني مش كور مثلا ممكن مؤثره ولا حاجه، بس انت ما تقدرش تستغنى عنه. كابتن عمرو كان عنده إضافة. لا انا يعني انا عندي بس عندي ملاحظه او عندي نقطه، المدرب هو يعني هو الوحيد اللي يقدر يقيم اللعيبه اللي بتلعب وهي اللي موجوده. نعم. في اوقات كتير جدا احنا كمشاهدين بنتفرج على مباراه كمشاهدين. نعم. لو المدرب تعامل مع الماتش او مع المباراه كمشاهد مش هيبقى مدرب. ده حقيقي. فهي الفكره اللي انت بتتكلم فيها وكابتن فوزي اتكلم فيها، حته المحللين. ناس في محللين كتير وهم بيتفرجوا على المباراه وبيتفرجوا على الماتش كمشاهدين للأسف. مش كمحللين ولا كمدربين. يعني دي حاجات من الحاجات اللي يعني اللي الواحد بيندهش ان حد بهذا الحجم ما شاء الله بيتكرم دلوقتي. ما كان ماتش الرجاء بالتحديد يعني. لا انا بتكلم كوره. انا النهارده لما يبقى عندي لعيب بالمقاومات اللي عند عمرو السوليه، سواء جسمانيه سواء فنيه، لا انا من الناس اللي يعني ابقى مبسوط ان عندي لعيب زي ده موجود في الملعب. وخصوصا لما يكون عندي واحد زي عبد الله السعيد في اوقات كتير جدا من المباراه بيتعمل عليه ضغط كبير، بيتلعب عليه مان باكتر من لاعب. لما يبقى عندي لعيب مهاري جنبه يقدر يشيل عنده الضغط شويه كتير كمان. ما انا بقول لك يعني انا دايما اقول عمرو السوليه بيلعب 50-50، يلعب هاف ديفندر صريح والكره مش معاك، بيجري كتير وبيقطع كويس وبيسلم كويس، وانت الكره معاك عنده دور هجومي. لا هو يقدر يلعب، يعمل صانع لعب لانه مهاري، بيشوط كويس، بيعمل باص كويس، بيقدر يتحرك، عنده حته التكمله جوه ال 18. نعم. دي مش موجوده في لعيبه كتير موجودين في النادي الاهلي. بيجيب اجوان، بيهدف بالظبط. فانا النهارده لما اجي اقيم لعيب اقيمه على ادائه في الملعب، ما اقيموش على 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 سوري اقيمه على دوره في الملعب، ما اقيموش على ادائه في الملعب. انت ممكن تكون بتتفرج على حاجه على 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 مباراه وشايف واحد عامل كل حاجه في الكوره وفي واحد جنبه عامل اكتر منه بكتير، بس ده فايد الفريق اكتر من اللي انت شايفه. فهو ده الفرق ما بين ان انت بتتفرج على المباراه كمشاهد، وفي فرق ان انت بتتفرج على المباراه كمدرب او كمحلل. طيب كابتن عمرو، عايز اسالك على كريم ندفت ونزوله واحرازه الهدف، وكان بقالنا كتير ما شفناش كريم ندفت ولا بيشارك ولا بيحرز اهداف، يمكن اخر اهدافه كان على ما اتذكر امام وادي دجله في الموسم الماضي، شفتها ازاي؟ انا ما هو دي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. المباراه لما بتمشي زي ما انت عايز والنتيجه بتبقى لصالحك وعندك لعيبه كتير زي ما انت بتقول بقالهم فتره بعاد مش موجودين، عندهم مش هقول تذبذب في لا عنده ازمه ثقه، ان انا بقالي كتير ما بلعبش، بقالي كتير ما بهدفش، بقالي كتير مش موجود. الوقت هو ده الوقت المناسب لما تنزل تلعب والفريق بتاعك مرتاح والفريق اللي قدامك الى حد ما مستسلم. هي دي المباريات اللي بيبقى محتاجها اللعيب اللي بقاله فتره بعيد عن الملعب. يعني انا الوقت اللي اشترك فيه حسام غالي انا شايفه وقت مثالي جدا. نعم. ان انت النهارده برضو ده لعيب غايب عنك بقاله 6 شهور أو 7 شهور، ما تعرفش هو اخر مباراه لعبها كانت امتى، ما تعرفش الحاله البدنيه بتاعته ايه، الحاله الفنيه بتاعته ايه، لازم تلعبه في ظروف كويسه. فهو ده اللي حصل مع كريم، والولد يعني قدر يستغل الفرصه وقدر يستفاد من الوقت اللي هو لعب فيه. النقطه اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا النادي الاهلي ما شاء الله بقى عنده وفره كبيره من اللعيبه. في حاجه يعني برضو ادي حسام عاشور عمل التمريره وراح يكمل يجيب جون حسام عاشور، لكن ندبت حطها بالظبط. ما هي دي بقى حته الثقه اللي انت بتلعب بيه. انت كسبان 4 وفي اخر المباراه وبتتحرك زي ما انت عايز والكره ماشيه معاك زي ما انت عايز، ما عندكش القلق ولا الخوف، ما فيش حاجه تهددك ورا. لا خلاص ده هو الماتش بقى سهل. ما فيش تهديد عليك. حتى انت النهارده في اوقات كتيره جدا النادي الاهلي بيبقى متعادل او خسران، بتلاقي الكابتن حسام بيعمل ايه؟ بيطلع واحد من الديفندرين وينزل مهاجم ويرجع عبد الله السعيد. ما عندكش ما فيش الخطر بالظبط. عندك الفرقه لما بتلعب في تقارب خطوط، الثلاث خطوط لما بيلعبوا قريبين من بعض ولما بيلعبوا في نص الملعب بتاع الفرقه الثانيه او بيلعبوا في نص الملعب بتاعك، عندك مساحات ضيقه وانت معكش الكره تقدر تضغط فيها زي ما انت عايز. مهما كان
اللعيب اللي عندك ده امكانياته الدفاعيه قليله شويه. الامكانيات الدفاعيه القليله هتبان في المساحات الكبيره، انما لما تضيق المساحات والخطوط كلها تبقى متقاربه هتلاقي حتى اللعيب اللي ما بيدافعش كويس هتلاقيه بيدافع كويس لانه بيدافع في مساحات صغيره. عموما هو كان فوز مهم جدا للنادي الاهلي، وصل الى النقطه ال 66 في جدول المسابقه. ابتدى الفارق يتسع، النادي الاسماعيلي عنده 46 نقطه، خلاص الفارق اتسع، خاصه ان النادي الاسماعيلي سقط امام نادي امبي بهدفين مقابل لا شيء. كان في لقاء صراحه مدهش بالنسبه لكل متابعي نادي الاسماعيلي واللي بيحاولوا ان النادي الاسماعيلي بينافس على المركز الثاني، خلاص اقترب تماما من نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده 45 نقطه، المصري عنده 42 نقطه، نادي الاسماعيلي عنده لقاء مؤجل ولكن نادي المصري عنده لقاءين، وده هيحط منافسه كبيره جدا. خلينا نروح للقاء امبي والاسماعيلي، استاد بتروسبورت بهدفين مقابل لا شيء. كان احرز عرفه السيد الهدف الاول واحرز محمد مجدي الهدف الثاني. كابتن فوزي، النادي الاسماعيلي بدون كالديرون مع بيدرو المدير الفني الجديد البرتغالي، ضربه جزاء ضائعه غيرت مجرى المباراه تماما، ونادي امبي استطاع ان هو يحصد هدفين. بص يا محمد، زي ما انت قلت فعلا، يعني يمكن نادي الاسماعيلي بقى له كام ماتش برضه مش في حالته الاسماعيلي، يعني مش هو ده النادي الاسماعيلي اللي كان بينافس بيحفز النادي الاهلي حتى بيخليه مستواه يعلى. النادي الاسماعيلي الماتش اللي فات يمكن ضربه الجزاء لما راحت واحنا كنا بنتكلم بنقول مين اللي هيشوط، كانوا بيتخانقوا وحاجه زي كده، اللعيبه بتاعت الاسماعيلي ما ينفعش طبعا، هو بيبقى المدرب محدد مين اللي هيشوط ضربه الجزاء، نمره واحد نمره اثنين نمره ثلاثه على طول في اي في اي في اي فريق بيبقى كده. فهو الماتش ده لو كان ضربه جزاء يا كابتن، يعني في يعني عمر الوحشي خدها وبتاثر، لان في الاخر اللي حتى لو مش هو اللي شاطها اللعيب الثاني بيبقى فيه حاله توتر، التوتر دوت حتى في ماتش الاهلي كان احمد حمودي هو لما جاب ضربه جزاء رفع ايده، لا لا على طول قال، هو هتلاقي المدرب قايل فلان وليد ازارو انت هتشوط نمره واحد، عبد الله سعيد لو موجود عمرو في الملعب هيشوط، عمرو موجود في الملعب هيقول لك عمرو هو اللي يشوط نمره واحد، في نمره واحد خلاص، يعني المدرب بيقول في كذا، مفيش اخد الكره بقى واروح انا بقى. فساعات في مدربين يقول لك ايه خلاص سيبه، يعني ايه خليها بس تدخل اول نشوف لما تدخل. نعم. لكن ضربه الجزاء بتاع الاسماعيلي فعلا، عارف يا محمد والله فعلا الماتش ده يعني ماتش غريب، بس انا اول يعني يحسب برضو للمدير الفني لنادي امبي ان الماتش ده نادي امبي خالد متولي ده هو مش غريب عنهم على فكره. نعم. ان هو على طول لما بيحتاجوه بيلاقوه موجود معاهم على طول في قطاع الناشئين حتى يعني. وخالد من المدربين الكويسين فعلا، من الشباب الصغيره، مش صغير طبعا هو كبر خلاص، لكن فعلا يعني مسك قبل كده وكان بيكسب برضه، كان بيحصل لهم ازمات نادي انبي وبيكسب. انا شفت تحركات نادي انبي عجبني قوي، اتفرجت على الماتش، الماتش كان سريع. نعم. الاسماعيلي مش واقف على رجليه، النادي نادي الانبي لو عرف السيد جات له فرص، بص هجمات دي هنا هجمات دي مرتده، دي هجمات مرتده، دي هجمات مرتده، وبعدين بص الضغط بتاع لعيبه الانبي، بص ضاغطين على لعيبه اللي ما بيدولوش فرصه. عكس بقى لما تتفرج بقى على بتوع انبي وهم رايحين ناحيه الجون بتاع الاسماعيلي، الشوط الثاني اتقلب بقت عرف السيد بقى يروح اي كوره اي هجمه يا عمرو خطر جدا. فالمفروض انت كنادي الاسماعيلي انت عندك خط دفاع يبقى قوي جدا بيقفل كويس جدا، في نفس الوقت عنده خط وسط وهجوم بيهاجم الفرقه اللي قصاده. لكن انا لما اتفرجت على الاسماعيلي ما حسيتش ان الاسماعيلي ده الاسماعيلي اللي بينافس على انه كان عايز ياخد الدوري، هو دلوقتي محتل المركز الثاني، ده كده قربوا منه خلاص. صراحه غياب كالديرون بيأثر جدا، كالديرون ايضا كان في حسني عبد ربه غايب يعني عن هذا الحسن القرار. خبره جميله جدا فعلا، واستعان بيه على فكره لما بينزله برده حسني بيبقى ما ينفعش حسني يقعد بره على فكره، حسني يبدا وبعدين لو انت حسيت انه تعب يغير. كالديرون بيفرق جامد جدا للقوه، هو الهداف بتاع الفرقه بتاعت الاسماعيلي، وهو القوه الجسمانيه والسرعه، ضربه الجزاء اللي حصل عليها ضربه الجزاء يعني اول وهيحصل بعد كده الخناقه بعد كده كابتن عمرو اكيد طبعا يعني اكيد طبعا اهو خدوا الكوره يعني خلي بالك، ما هي الفكره النقطه اللي اتكلم فيها كابتن فوزي ايه اهميتها؟ ما فيش لعيب ما راحش ياخد الكوره. ما انا بقول لك ايه اهميه النقطه اللي اتكلم فيها كابتن فوزي؟ التهيئه النفسيه للي هيشوط ضربه الجزاء. النهارده احنا لما بنبقى نازلين الملعب عارفين مين نمره واحد مين نمره اثنين مين نمره ثلاثه. النهارده انت لما تاخد الكوره وانت مش مهيئ نفسيا وانت مش موجود حتى في القايمه بتاعه التسجيل بتاع ضربات الجزاء
ونفرض النهارده ان اللي هو اللاعب اللي المفروض يشوط ضربه الجزاء ما رضيش يسيب لك الكوره. اذا انت وترت نفسك، وترت اللاعب اللي المفروض يشوط في حاجه مش المفروض انها تحصل اساسا. يعني المفروض ان الطبيعي ان كل واحد ليه دور في الملعب. هو هنا برضو يعني في لقطه انا يعني هو حارس المرمى صدها بشكل مميز للغايه، وبعدين سجد قبل ما الكوره ما الكوره تطلع بره. يعني سجد قبل ما الكوره، هو شاف ان الكوره بعدت خلاص عن الجون. يعني شاف ان كانها طالعه كورنر. يعني لا، هي نقطه. انا بقى عندي نقطه، عندي حاجه في الموضوع بتاع نادي الاسماعيلي. انا شايف الفرق ما بين كان الاسماعيلي وامبي في المباراه دي ان في فريق منظم بيلعب فريق مش منظم. الامبي كان اكثر تنظيم طبعا. نعم. طبعا نادي الاسماعيلي كان يعني كان مش عايز اقول بيهاجم بعشوائيه، ولكن كان بيهاجم من غير اي حرص دفاعي. لكن ضربه الجزاء الحكم محمد عادل ضربه ضربه جزاء ما فيهاش اي مشكله. انا يمكن عندي تحفظ على ضربه الجزاء بتاعه امبي انما مش بتاعه الاسماعيلي. طبعا. انما انت النهارده لما تيجي تقيم اداء الفرقتين، لا، في فريق منظم. امبي خارج من سلسله نتائج سلبيه كبيره جدا. تغيير مدرب. انا وجهه نظري نادي امبي في المباراه دي كان كل همه او كل شغله انه ما يخسرش. ان انت خارج من انت خارج من خساره كبيره جدا من فريق متزايل الدوري مع جهاز فني جديد مع مدرب جديد بتلاعب تاني الدوري. الطبيعي ان انت تبقى رايح الهدف الاول عرفه الصراحه عرفه برضه اللي هو مضيع الكره اللي طلعت كورنر. الكره اللي طلعت كورنر هو انفراد يعني اسهل من الجون ده بكتير. تمام. فهي الحته اللي احنا بنتكلم فيها التنظيم اللي كان موجود عليه نادي انبي كان موجود بسبب ان انت مش عايز تخسر. نمره واحد ان انت مش عايز تخسر. كون ان انت بقى تتفاجئ بالحاله بتاعه الاسماعيلي اللي كان عليها في الشوط الثاني وتقدر ان انت توصل بسهوله لمرمى الاسماعيلي مع عدم وجود الصراحه برضه يا كابتن عمرو النادي امبي محير. يعني انا عندي عرفه وعندي دياره وبسيوني وعندي قعود عندي لعيبه عندي الحلواني وعندي حمدي فتحي من احسن اللعيبه الارتكاز في الدوري وعندي توبه. يعني النادي امبي عنده قوام، عنده محمد مجدي قفشه من افضل صناع اللعب في الدوري. نادي امبي السنه دي مسكه كام مدرب؟ حضرتك شايف ان لسه بقى. طبعا طبعا زي ما انت النهارده بتتكلم بتقول غياب كالديرون، لا انا بقول ان رحيل اهو دي بقى التاني. دي انا وجهه نظري في دي مش ضربه جزاء خالص. في الحكم برضه اللي واقف ورا الجون يعني قطعا هو قريب قوي اكتر. لا يا كابتن شوفها في ده هو عرفه لما كرة طولت منه وقع. بس تعرف ليه يا عمرو؟ بص ما تلاقيش لعيبه اسماعيلي حد احتج. ما انا شايفها مش ضربه جزاء. ممكن يبقى فيها شك. ممكن يبقى فيها شك. لا هو قطعا علق رجله يعني برضو بص يا محمد. لا بص يا كابتن شوفها يمكن الكاميرا ما تعرفش. ممكن نشوفها من هنا هي فيها ولا ما فيهاش. هو برضو هو هيرقصه هنا وبعدين الحته اللي هي بقى الاخيره دي مش باينه قوي من هنا في الكاميرا. مش عارف الكاميرا بس يا كابتن ما دام حصل يعني جدال يبقى الحكم صح. لا 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 بص لعيبه الاسماعيلي ما فيش واحد احتج. وهنا برضه العكس اللي حصل مع الاسماعيلي. لا واحد خد الكوره. هي ما هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم. ما هو ده جزء من التنظيم اللي احنا بنتكلم فيه. فانا النهارده انت بتتكلم بتقول كالديرون غياب كالديرون لا انا وجهه نظري ان السبب اللي حصل للاسماعيلي ده رحيل دي ساب طبعا. دي ما فيهاش نقاش. هي نفس اللعيبه نفس طريقه اللعب نفس الوجوه اللي موجوده حتى بنفس التغييرات بكل حاجه. بس انت النهارده بتتكلم في اربع مدربين مسكوا الفرقه في موسم واحد. نعم. فانت النهارده لما يجي مدرب كل مدرب عايز يحط الفكر بتاعه كل مدرب عايز يشتغل بطريقته كل مدرب عايز يلعب لعيبه كل مدرب عايز يحط فين الوقت اللي يسعفك وانت بتلعب كل ثلاث ايام واربع ايام مباراه. فاللي فيه الاسماعيلي ده انا يعني انا واحد من الناس كنت متوقعه من ساعه ما متوقعه من ساعه ما دي صبر مشي. انا متوقع ان الاسماعيلي مش هيكمل. دي من الحاجات اللي فعلا بس لازم كان عمرو لازم اللعيبه عندهم حافز من جواهم. يعني بص يا كابتن هما يعني مش هنقول كالديرون ده كالديرون بس يعني من ضمن العناصر الاساسيه اللي موجوده في الفرقه. بص يا كابتن مش هو اللي بقى السبب يعني في الهزيمه او لا لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه. لكن هو من العناصر زي من العناصر اللي احنا بنقول عليها بتكسب الفرقه بتاعته. تمام. بس النهارده انت كتيم احنا النهارده انت بتتكلم النادي الاهلي كام لعيب جايب اجوان؟ 16 لعيب. النادي الاسماعيلي كام لعيب جايب اجوان؟ هتلاقي خمسه. انت معتمد على لعيب واحد ومنهم كالديرون هو اللي يعني هو اللي. بص انت عارف يا عمرو الفتره الصيفيه الشتويه اللي هو فيها النادي الاسماعيلي جاب مين؟ ما جابش حد.
ماشي. النادي الوحيد الاسماعيلي في الفتره دي، عشان كده بقول لحضرتك غير المدرب وجبنا مدرب تاني والفتره دي. طب انا الاسماعيلي ما استعانش بحد. اطلع فاصل عشان دي في الوقت لسه عندنا ماتشات. لا 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 اتفضل. فهنطلع فاصل قصير ونرجع ونكمل كلامنا ونشوف ما حدث امام الزمالك وبتروجيت في اللقاء اللي كسبه نادي الزمالك. لكن خلينا برضه اقول لحضراتكم قبل ما اطلع فاصل، النادي ام بي الان اصبح في المركز الثامن برصيد 35 نقطه وعنده مباراه مؤجله. النادي الاسماعيلي 46 نقطه ومركزه الثاني مهدد للغايه. نطلع فاصل ونرجع ونكمل كلامنا. ان شاء الله كل يوم في الاحسن بامر الله. من ناحيه المستوى ما فيش حد يختلف عليه، يعني الاداء يعني هايل. حسام البدر طبعا شغله واضح، ما حدش يختلف عن كده. نقاد محللين ما حدش عنده يعني تناقض، ما حدش فيش نقد، يعني كله يعني بيشكر في اداء النادي الاهلي وفيش اختلاف على كده. الحمد لله والشكر لله، احنا بقينا احسن فرقه في مصر دلوقتي واللعيبه كلها منسجمه، حتى اللي بيجي من بره. جبنا اثنين لعيبه في الموسم الشتوي وكده، هم الاثنين لعيبه اكلمهم اللعيبه، واحنا احسن فرقه في مصر من النتائج وبتاع. 11 فوز او 12 فوز هم ومتهيئ تاني. حسم بطوله الدوري بشكل كبير جدا، فات الكاس طبعا ماشيين فيه بخطه كويسه، بطوله افريقيا طبعا هي دي الاهم بالنسبه لنا، لابد من ان احنا نركز فيها لان بقى لنا كتير ما خدناهاش. الاهلي ده في دمنا من زمان وبنتفرج عليه، لاننا مصريين اتولدنا لقينا نفسنا بنحب الاهلي. بالنسبه لمستوى الاهلي خادع، لان مفيش فرق قدامه. زمان كان حسين امام، مرحوم حسين امام، كان حكم دولي وماسك كليه الزراعه، بيعمل حاجه اسمها سود صياد الزراعه. كان كل فرقه وكل مدرسه وكل جامعه وكل نادي بيعمل الف وب، الاهلي لازم يتعمل له الف وب عشان ياخد اول وتاني. اللي قاعدين على الخط في الاهلي كسروا الدنيا في اي حته، ومستواهم اعلى من اي لعيب اساسي في اي نادي تاني. طبعا مستوى من احسن مستويات الفرق الموجوده في مصر، باستقرار الفني والاداري هو اللي مساعد النادي الاهلي على تحقيق نتائج. حتى بعد الانتخابات، بعد ما رحل المجلس السابق وجه المجلس الجديد، فالمستوى والفريق والاداره هي هي. فما فيش تاثير باي حاجه الحمد لله، ودي ميزه النادي الاهلي دايما ان هو نادي بطولات، وان تغيير مجلس الاداره ما بياثرش على الكوره. طبعا مستوى هايل، مفيش كلام، والاهلي بمن حضر والرجاله يعني بتادي كويس جدا. الاهلي عنده فرقه واثنين وثلاثه يقدروا يسدوا ويلعبوا افريقيا ويلعبوا في كل مكان يشرف النادي الاهلي. شايف ان في توفيق كبير الحمد لله للكابتن حسام البدري، كمان ان هو كمان يعني الخطط اللي بيعملها ودارس كويس جدا الناس اللي بيلعب قدامها، وده بيساعدنا كتير ان احنا نادي بشكل كويس قوي. وما شاء الله طبعا المكسب كبير وبيبقى بديفرنسز جون واثنين وثلاثه، فما شاء الله انا شايف ان دي من احسن فترات النادي الاهلي، واحنا موفقين جدا والحمد لله ان في تواصل. يعني الاول كان في ناس، كان في مجلس اداره جاب لعيبه كويسه، النهارده احنا بنستفيد بيها، يا اما بنلعبها يا اما بنبيعها، فكل ده لتواصل للكيان وللنادي الاهلي. والله انا اعتقد ان شاء الله ممكن يعملوا عمل جامد قوي في السنه الجايه، الفتره اللي جايه ديت. وبعدين هم ناس بصراحه يعني انا مش شايف حد في مستواه. الفترة اللي فاتت كانت فترة برضو جميلة وجدا، بس الفترة الحالية دلوقتي فترة جميلة، فترة قوية جدا، فترة لعيبة بنكسب بالخمسة وبالاربعة، ممكن نجيب ازيد من كده كمان، لان فريق النادي الاهلي جاهز لجميع الماتشات الدولية، اذا كانت افريقيا، اذا كان دوري، اذا كان كاس سوبر، اذا كان اي كاس، اي حتة في مصر وفي العالم كله، النادي الاهلي قادر انه يكسب اي فرقة، لان احنا عندنا فرقتين مش فرقة، والكابتن حسام البدري عامل شغل كويس جدا. بالنسبة للنادي الاهلي يعني بداية كده نقول له مبروك مقدما. اولا العروض جميله جدا وشيقه جدا. انا كواحد زملكاوي بقول برضو يعني الماتش بيشدني فعلا ان انا اتفرج معاه للاخر. الحقيقه ده النادي الاهلي اهم مميزاته يمتاز بالثبات، وطبعا اضف على الثبات التقدم، وده شيء يحسب للنادي الاهلي ويحسب لادارته ويحسب طبعا للجهاز الفني في المقام الاول. يعني آه
اراء جماهير النادي الاهلي وواضح الاداء على شكل الجمهور. ده كل ده يحسب للجهاز الفني طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ان ما شاء الله النادي الاهلي ماشي بهذا الشان. نروح لماتش الزمالك وبتروجيت. كابتن فوزي، تغييرات على التشكيل من قبل المدير الفني كابتن ايهاب جلال، دخول حمدي فتحي لوسط الملعب وكان هو طرف، وعنتر، وعوده مره اخرى عبد الله جمعه، وجود النجاز في الجانب الايمن، وجود الناشئ محمد عبد الغني في خط الدفاع، والزمالك يقدم شوط ممتع 3 اهداف، والشوط الثاني بتروجيت بيسجل هدف. وطبعا يعني ايهاب جلال يعني هو قطعا بينه وبين نفسه بيحمد ربنا ان هو 4 ماتشات ورا بعض بيكسبهم، لان احنا قلنا كوره مكسب ورا مكسب، يعني المكسب يجيب مكسب، هزيمه تجيب هزيمه، واخد بالك يا عم؟ هي فهو يحمد ربنا ان هو الماتش ده صراحه الزمالك لعب الشوط الاولاني تلت يعني يمكن لغايه الجون الثالث. نعم. ده نادي الزمالك فرقه كوره بصراحه. نعم. لان كان بتروجيت اكنه ما جاش الصراحه، يعني حتى كابتن طارق يحيى لما سمعناه بيتكلم بعد الماتش زعلان جدا، قال لك اللعيبه بتاعتي مش في المستوى بتاعهم، ما نفذوش الكلام التعليمات اللي انا كنت قايلها. فطبعا كان باين جدا من لعيبه بتروجيت، ما اعرفش، مع ان انا شفت لهم ماتشات قبل كده كان لسه كسبانين وكان عاملين ماتش كويس جدا. هل اجهاد فعلا؟ هل مجهدين؟ هل بيلعبوا نادي الزمالك كانوا خايفين؟ لان مش ده اداء نادي الزمالك، يعني نادي بتروجيت. بتروجيت كان احسن من كده، وشفتهم كذا ماتش بيقفلوا كويس. طب هل الهدف المبكر يا كابتن برضو اثر في نتيجه الماتش؟ يعني الدقيقه 11 ضربه جزاء وبيحضرها محمود عبد العزيز، يعني محمود عبد العزيز كانت هتتصد، يعني ده كويس انها عدت من تحت ايد الجون، يعني يعني برضو زي ما قلنا الاسماعيلي لو ضربه الجزاء دي لو كانت جت كانت غيرت مجرى الماتش. لكن ضربه الجزاء جت ادت ثقه للاعيبه نادي الزمالك، وبعد كده لعبوا، يعني شفنا تحركات لعيبه كويسه كويس جدا، وبيلعبوا من الكره من لمسه واحده لغايه ما بيوصلوا بيها الجون بيجيبوا الهدف الثاني والثالث. كاسونجو جاب الهدفين، تحركات كويسه جدا. بعد الهدف الثالث لعيبه النادي الزمالك برده في شوط كامل، يمكن في بقيه الشوط الاولاني، يعني شفت يعني الحته دي بتاعت ايهاب جلال، معلش ايهاب جلال ما بصش على البلن. عارف قد ايه المسؤوليه محمد كبيره؟ واخد بالك يا عم؟ انت طبعا انت لازم تشوف اللعيب بتاعي وانا بيحط ضربه الجزاء. طبعا دي من يعني الفرص القليله يعني الصراحه، دي برضه الضغط العصبي اللي هي خلينا يا كابتن نعترف ان هو برضه شغال في لا ضغط عصبي. ايوه شغال في جو كله ضغوط عصبيه، ما كانش في كده في المقص، في المقص بيقف وبيبص على الكوره. فاكر المقص نادي مش جماهير يا كابتن، بس شفناه في ماتش الاهلي، وفاكر واحمد الشيخ لما برضه شاط الكوره بتاعت البلم ضربه جزاء وضاعت عادي جدا. فهنا الضغط العصبي، حضرتك تخلص هقول لك انا. لا الضغط العصبي بص يا عم، الضغط العصبي اللي موجود على ايهاب جلال فعلا باين قوي، وهي ضربه الجزاء. نعم. يعني شفت حتى كذا واحد قاعدين جنب ايهاب ما بيبصوش على الكوره، اول ما قال لك جون فراح بص على الكوره، فالضغط العصبي جامد. ده تقريبا الجون الجون الثاني، الجون الثاني كان يعني الجون الثاني كان على طول لنادي بتروجيت. حتى هو غير هذا المدافع، يعني حاول يعني مش في حالته فغيره، وكاسونجو الصراحه كان مميز. هل كابتن عمرو التغيير بعض اللعيبه في المراكز، يعني دخول حمدي فتحي بجانب طارق حمد ومحمود عبد العزيز والاطراف الجديده، هل ده كان سبب انتعاش النادي الزمالك؟ ممكن. يعني انت النهارده برضو كمدير فني جديد لسه بتتعرف على اللعيبه، وعندك برضو انا شايف ان نادي الزمالك جاب لعيبه كتير في الانتقالات الشتويه. نعم. ومعظمهم لعبوا على طول، يعني في مثلا حمدي فتحي، عنتر اول ما جه لعب، يعني عنتر لعب بعد ما جه نادي الزمالك بيومين. يوم. وحمدي فتحي اللي جابه، حمدي فتحي نفس القصه. عماد. نعم. اللي هو بتاع بتاع المقص. عماد فتحي. عماد فتحي مش حمدي. عماد فتحي. عندك نجاز اول ما جه لعب. محمود عبد العزيز اول ما جه لعب. فانت كل ده ما عندكش الاستقرار بتاعك في التشكيل، فبتضطر ان انت توظف لعيبه في الاماكن مختلفه اللي هي يعني تنجح لك طريقه اللعب اللي انت عايز تلعب بيها. لان برضو ايهاب عنده مشكله، انه دي بقى مش مشكله لعيب، دي مشكله نادي، ان هو رايح في وقت قليل، مباريات متلاحمه ورا بعض، لعيبه جداد جايين، هو عايز يحط فكره، عايز يحط اللعيبه اللي هو اختارها او اللي هو جابها يدعم بيها نادي الزمالك، بس ما عندوش الوقت. طب سر التباين يا كابتن، شوط اول قوي، شوط ثاني علامه استفهام. اللاعب المصري
الفكر بتاع اللاعب المصري والطموح بتاع اللاعب المصري. طب وليه ده ما بيحصلش في بعض الانديه الاخرى كمان؟ مفيش، ما طب استثني النادي الاهلي، خرج النادي الاهلي بره القصه دي وهتلاقي كل الانديه زي بعض. ولا هل مثلا كل يعني سوري مش كل الانديه، كل اللعيبه زي بعض؟ يعني ما بين الشوطين مفيش كلام يعني؟ هل لا بيبقى في كلام؟ لا 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 لا، بيبقى في كلام من المدربين وبيبقى في كلام من الاجهزه الفنيه، ولكن هي دي طبيعه اللعب. انت النهارده معلش انا مع احترامي الكامل لفريق بتروجيت، ونادي الزمالك كسب بتروجيت باقل مجهود في نص ساعه، فالطبيعي ان انا كلاعب كسبت ريحت بدون اي مقاومه من الفريق اللي قدامي، هيبقى عندك الاحساس ان انت ممكن تنزل الشوط الثاني تجيب ثلاث تجوان كمان بنفس السهوله اللي انت جبت بيهم الثلاث تجوان بتوع الشوط الاول. نعم. فدي دي 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 حاله موجوده في اللعيبه المصريين يعني كلهم. بتروجيت احرز هدف وكان ممكن يحرز هدف ثاني، كان ممكن يرجع اللقاء، كانت هتبقى النتيجه مختلفه تماما. ساعتها كنت هتلاقي لعيبه نادي الزمالك بتادي بشكل غير كده. يعني لو بتروجيت كان جاب جون تاني كنت هتلاقي لعيبه نادي الزمالك ادت بشكل غير كده. انما انت النهارده لما تتفرج على المباراه وعلى بدايه المباراه وعلى سهوله الثلاث اجوان اللي جم، يعني معلش انا يعني الناس كلها لو اتفرجت على الاهداف، كل الاهداف اللي جابها نادي الزمالك يعني هنقول الجون استثني الجون الثاني، انما الجون الاول والجون الثالث عدد المهاجمين اكتر من عدد المدافعين بتوع نادي بتروجيت. فانت بتتكلم في فريق بيلعب من غير اي تنظيم دفاعي، من غير اي التزام، من غير اي انضباط. ده يعني معنى ان انت تجيب ثلاث اهداف في نص ساعه ان انت يعني مش عايز اقول انت ما بتلعبش حد. وبعدين الزمالك انت عارف عمرو، الزمالك كان يعني مستحوذ على الكره معظم الوقت، يعني هو المستحوذ وضيع جوان كتير برضو الزمالك. تمام. يعني خلاص جاب ثلاث جوان وخلاص الماتش خلاص ساعت. بتلعب بهدوء، بتلعب بس الشوط الثاني امام حضراتكم يعني الساده المشاهدين وامام حضراتكم، بتروجيت بيحاول بيصل بيحرز هدف، فمحمد سالم بيضيع فرص، دي فرصه كمان بيضيعها محمد سالم. تمام. بيعمل هدف جميل من ورا معروف يوسف، ومحمد شاهين اللاعب البديل بيحرز هدف في الدقيقه 86. معروف يوسف لحد دلوقتي كابتن هو والزمالك معاه كوره مفيد للغايه، ولكن لسه مش قادر يبقى باك شمال، ولا حضرتك شايفها ازاي؟ لا انا يعني يمكن مش مع ايهاب جلال ان معروف يوسف وقفته مش باك شمال، حتى يعني شفت الماتش اللي قبل ده كمان عمل فاولات كتيره جدا في الحته دي. معروف يوسف بيلعب في نص الملعب كويس قوي، بيضغط من ناحيه الشمال وبيتقدم له، وحتى صنع واحد من الاهداف اللي بيستفيد منه. لكن في الحته اللي ورانيه اعتقد معروف يوسف، بس هو يمكن معذور ايهاب انه هو عنده باكين موجودين عنده بس ما بيلعبهمش خالص، ما اعرفش هو خلى معروف يوسف على اساس ان هو في قرار تاديبي الفتوح والمؤيد العجان مستبعد، كان مستبعد. فانا بقول لك يعني ممكن اتزنق في الحته دي، فعشان كده بيلعب معروف. ومعروف لعيب كويس يعني مجتهد وعلى قد ما بيقدر بيأدي في الحته دي، بس ده مش مكانه. معروف في نص الملعب انا بتخيله في نص الملعب احسن كتير قوي يا عمرو. كابتن محمود بيتقدم كابتن معروف يوسف وهو بيلعب بالناحيه دي، لو بيلعب عليه واحد سريع أيوة. ومهاري نادي الزمالك يتغلب كل ماتش. ما هو خلي بالك انا هقول لك على حاجه، لو تفتكروا البطوله افريقيا اللي خسرها نادي الزمالك اللي هي مع سان داونز، مع كابتن مؤمن سليمان، هو ده سبب رئيسي من الاسباب بتاعت خساره نادي الزمالك وجود معروف يوسف. حتى الهدف اللي جابه بتروجيت جه من ناحيه، انا بقول لك لو بيلعب هو ما هوش هدف بتروجيت، ما هوش مدافع. ما انا بقول لك يا عمرو هو المكان اللي هو مركزه ده مش مركزه. بس برضه في بعض الاوقات كابتن ايهاب جلال اضطر ان هو يشرك معروف في الجبهه. لو هو ما عندوش حد في الحته دي هيبقى ما عندوش حد غير كده. طب ممكن اسال حضرتك سؤال، ليه ما لعبش مساك في هذا المركز يكون في الناحيه الدفاعيه افضل من مثلا من لاعب بقدراته هجوميه زي معروف؟ عشان هو ايهاب طابع لعبه هجومي، مش عايز يخسر الدور الهجومي بتاع الظهير الايسر او بتاع الباك ليفت. وبعدين هو كسب، فهو ده الفكر. تعرف محمد كسب بيه كذا ماتش. نعم. يعني ايهاب دلوقتي بيحاول يثبت المراكز فكسب بيه كذا ماتش، فبيخليه خلاص بقى يستمر بيه. لما يبقى عندك لعيب مهاري قوي بيقدر يزيد بالظبط. وانا بقول هو ما هو ده الفكر بتاع المدرب، هو فكره هجومي اكتر منه. على فكره كمان يا عمرو معروف السنه اللي فاتت كان مميز جدا في خط النص، اكتر واحد كان بيعمل مجهود بالظبط معاه طارق حامد. كمان انا مش عايز ابخل بطارق حامد الصراحه. نعم. يعني طارق حامد من ضمن اللعيبه الاساسيه هو ابتدى يستعيد مستواه. لا ومستواه اتطور جدا في الفتره اللي في المباراتين ثلاثه اللي فاتوا دول بصراحه. يعني لازم في الماتشات دي فعلا يطور لعبه وطريقه انه يستلم الكوره وبيلعب لقدام. نعم. طارق حامد تملي فيه كور بيلعبها تملي لما يمسك الكوره يلعب لورا. نعم. بس بيتحرك هو طارق ميزته انه بيتحرك كتير جدا. نعم. بيتحرك بيروح للكوره بيدافع، لما الكره تتقطع بيتلاقيه راجع مدافع، لو الكره اتقدمت لقدام تلاقيه عمرو بيتقدم لقدام على طول. طبعا. فدي ميزه في طارق، وان عشان كاس العالم كمان هتلاقي الشغل اكتر.
انا رايي ان انا رايي ده يا كابتن بيبقى تعليمات المدرب او طريقه فكر المدرب، لان انت النهارده لما تلاقي لعيب في المنتخب بيلعب بالدور ده وكان موجود في نادي الزمالك بيلعب بالدور ده، ولما جه واحد زي ايهاب هو طور له اداؤه اداله واجبات تانية وعملها ونجح فيها وبقى شكله كويس. يعني هل الزمالك اصبح قريب من الحصول على المركز الثالث الثاني؟ هو دلوقتي 45 نقطه اعتقد. اه المنافسه هتبقى ما بينه وما بين النادي المصري، بس انا شايف ان الاولويه هتبقى نادي الزمالك. طيب نفس بتتفق يا كابتن فتحي؟ اه لان لما تيجي تحسبها كده محمد تبص الماتش الجاي الزمالك هيلعب النصر. نعم. يعني اعتقد الماتش هيبقى سهل. اعتقد ان الزمالك فرصه اسهل. يعني الماتش ده بالنسبه له هيبقى سهل ويكسب الماتش ده ويعدي لانه عايز برضه يدخل على المركز الثاني. عموما هو بتروجيتا الان بيقبع في المركز العاشر عنده 31 نقطه في منطقه الامان بنسبه كبيره، والزمالك الان في المركز الثالث برصيد 45 نقطه وعنده ان هو في اللقاءات المقبله لو استطاع ان يفوز بيها هيخش في المركز الثاني، ولو فنش الموسم بهذا المركز هيستطيع ان هو يشارك افريقيا. نذهب الى لقاء اخر، هو لقاء صراحه كان فيه جدل تحكيمي كتير وكان فيه احداث ما نحبش ان احنا نشوفها زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه. لقاء الداخليه والمقاولين، هدفين مقابل هدف، لقاء الضربات الثابته. المقاولين بيتقدم الاول، الداخليه بيتقدم بهدف لاحمد علاء من ضربه ركنيه وراسيه في الدقيقه 41، خروج خاطئ من الحارس كان ابو السعود حارس المقاولين، ثم يتعادل المقاولين بضرب الجزاء في بدايه الشوط الثاني، من ضرب الجزاء كان عليها العديد من الخلاف، ويعود المقاولون في الدقيقه 97 واحمد صابر بيحرز هدف في مرمى مدافع فريق الداخليه. كابتن فوزي، اللقاء كان فيه توتر كبير جدا، نادي الداخليه موقعه ما هوش يعني هو لسه بينافس على البقاء، ولكن يعني موقفه في الجدول مديله راحه الى حد ما، انه استصعب في فوز في اي ماتش من الماتشات هيكون رسميا في الدوري الممتاز. هو طبعا كل يعني انا بتكلم على الداخليه والمقاولين، يمكن المقاولين عمل ماتشات كويسه جدا جدا، والحته بتاعت ان هو لعب ماتشين النادي الاهلي ورا بعض خليتهم اتعصب شويه. نعم، خدت يعني منه ست نقاط. ست نقاط يعني كده، ست نقاط كتير قوي. نعم. يعني لما تاخد من الفرقه هي دي اللي نزلته. نعم. عشان تلاقي الكابتن عوده تلاقيه متعصب جدا. نعم. يعني كان شايل هم الماتش ده. والداخليه فرقه كويسه وفرقه يعني حظهم عالي، تملي بيكسب المقاولين على فكره، الداخليه بيعملوا ماتشات حلوه قوي عليهم وجابوا هدف، وبعدين يعني كان نفسه هو عوده انه يكسب الماتش ده عشان مركزه دلوقتي فين؟ المقاولين، يعني المقاولين دلوقتي في السابع برصيد 35 نقطة، عنده 35 نقطة، يعني دلوقتي في مركز كويس، يعني مش قلقان، بس يعني هو كان حابب انه يبقى جوه المربع، هو كان ماشي كويس جدا، قلنا من ضمن هو والاسيوطي من الفرقتين اللي هم بيقولوا عليهم حصان اسود وعاملين ماتشات كويسة جدا. حصل دروب مرة واحدة ولاعب النادي الاهلي ماتشين ورا بعض، هو ده اللي أثرت عليه وأثرت على لعيبته. لأن الهزيمة برضه بتخلي المدرب مش مرتاح، اللعيبة مش مرتاحة نفسيا، غير لما بيكسب ماتش وبيجي بقى يلعب مع فرق اللي هي تحت منه او فرق قريبه ليه في النقط بيلعب بارتياحيه جامد جدا. طب احنا معنا على الهاتف كابتن علاء عبد الهال. مساء الخير يا كابتن. كابتن علاء مساء الخير. ايوه مساء الخير، اهلا بيك. برحب بحضرتك وتحيات كابتن فوزي سكوتي وكابتن عمرو قمر. اهلا بيك سياده اللواء فوزي وكابتن عمرو قمر، اهلا بيك. كابتن علاء اهلا بيك يا كابتن. ارجوك معلش الماتش اللي فات. الحمد لله كابتن فوزي، الحمد لله على كل شيء. كابتن علاء، نادي الداخليه وضعه الى حد كبير ما هوش خطر للغايه، مشهود لحضرتك ولفرقتك طبعا الاحترام، ودايما بنشيد بحضرتك وبادائك، ولكن الى حد ما فوجئنا بالاحتجاج الشديد الصراحه، خاصه من اللعيبه كانوا بيحاولوا يحتكوا بالحكم. لا اللعيبه مفيش حد من اللعيبه احتك بالحكم خالص، هو الحكم بعد المباراه مفيش ولا لعيب راح ناحيه الحكم هناك الا احد اللاعبين، وكان من بعيد ان الحكم اتحمل عليه كردون من الامن، انما اعتقد اللي حصل في المباراه يعني يبقى شيء طبيعي ان يحصل احتجاج بعد المباراه ونرفزها، مش احنا بس يعني جمهور او بعض اللي كانوا موجودين استاءوا جدا من قرارات الحكم، لان الكل حس ان انت خسرت مباراه مش ما كانتش كوره، يعني ما خسرتش كوره. نعم. لا خسرت بقرارات عكسيه، سواء في الهدف الاول اللي هو ضربه جزاء غير سريعه بالمره، سواء في الهدف الثاني اللي هو الحكم ادى خمس دقائق والهدف جه في الدقيقه 6:30 من الوقت الضايع. يعني كان المباراه انتهت بقى
الثلاث بلدية ونص. طيب كابتن علاء برضو في نقطة، حضرتك يعني مدرب عندك خبرة كبيرة جدا وكنت لاعب كبير، يعني بيحدث في كرة القدم ان ممكن الوقت الضايع بيمتد واللقاء كله ضربات ثابتة، وصراحة الكرة لمسة اليد احد اللعيبة اعترض على الحكم بشكل كبير جدا، لدرجة ان التركيز المدافعين هو اللي ادى ان الكرة تخش جون، يعني لو كان الاعتراض كان اقل كان من الممكن ان ضربة الثابتة ديت والفاول لمسة اليد تبقى عادية وينتهي اللقاء تعادل. لا، ممكن اللعيبة يعني برضو خرجت من شوارعها، كان المباراة قريبة منهم وكانوا حاسين ان هم ممكن يكسبوا، فدي برضو عملت نوع من الشنة شوية للعيبة، وخاصة ان هم شعروا ان الهدف التعادل بتاع المقاولين هدف مش صحيح، فبالتالي دي عملت نوع عندهم من الحماس الزايد. وفعلا احنا يمكن الشوط الثاني بعد الهدف التعادل المقاولين يمكن احنا كنا محاصرين المقاولين في نص ملعبهم ووصلنا لكذا كوره ولينا كوره او كورتين ممكن كان يتحسب منهم ضرب جزاء على الاقل والحكم برضه ما كانش موجود خالص. فانما الكوره الاخيره هو اللاعب حماسي امير عبيد، الكوره جت في وشه وبعدين جت في ايده والوقت خلص خلاص، فيعني طبيعي جدا يتنرفز، مش لعيبه الداخليه بس، في لعيبه كتير جدا بتتنرفز. كابتن علاء حضرتك انا بقول لك مدرب كبير، ما هو النقطه اللي هي المدافع لما بيطلع من تركيزه خاصه في الضربات الثابته، وانت عارف اللعيب المصري في الضربات الثابته بتخش جول. ما هو ملهاش دعوه، يعني اللاعب اللي طلع من تركيزه يتنرفز ده كان واقف في الحيطه، ما كانش موجود جوه. ما هو بيأثر على لعيبته برضه يا كابتن، ما انا لما اشوف حد من اللعيبه بيتأثر كده بيتوتر وبيتنرفز زياده على اللزوم. لا هو اللعيبه الكبار يعني بتقدر تمسك نفسها. هو نصيب واتلعبت واللاعب اخطا تقديرها ولمست دماغه وراحت في. طب رايك يا كابتن في قرار لجنه المسابقات بالايقاف؟ لا يعني انا يعني اعتقد ان مبالغ في القرارات جدا، احنا نتقبل اي قرارات ارى انها مبالغ فيها جدا. اولا انا بالنسبه لي ما عملتش اي مشكله قبل كده، بالعكس كل كلام كويس جدا. احنا خسرنا قبل كده 8 ماتشات ما طلعتش اتكلمت على التحكيم بالشكل ده، انما المباراه دي لا، تشعر ان فعلا كان الامور صعبه جدا وخرجتنا كلنا عن شعور. القرار الثاني اللي صعب ان هو منع المنتمين للنادي الداخليه بالحضور للمباريات اللي جايه. يعني ايه اللي حصل منهم عشان يتم منعهم؟ انا اسف يعني في مباراه الاسيوطي والاتحاد السكندري في ملعب الاسيوطي الجمهورين تشابكوا مع بعض ونزلوا الملعب يعني هو ما حصلش اي اشتباك، فحضرتك الى حد ما مستغرب. نعم؟ ما حصلش اشتباك من مسؤولين الداخليه او من المنتمين لنادي الداخليه، فحضرتك مستغرب. بالظبط كده، يعني 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 ما تجيبش قرارات كده كتيره مره واحده يعني. يعني أنا انت وقفتني وغرمت نادي الداخليه ووقفت الاداري والمدرب وعامل غرفه ملابس وكمان منع المنتمين لنادي الداخليه ممكن يكون احدهم يا كابتن يكون حاول احتك بالحكم، وده ذكره في التقرير. لا معلش، انا يعني مع احترامي للتقرير، لا هو يعني ما في شواهد وفي مراقب مباراه وفي وحصل ابشع من كده من الجماهير ولم يتخذ اي قرار. انا شايف ان قرارات مع احترامنا ليها طبعا، انما مبالغ فيها اكثر من اللازم، واعتقد ان ممكن مجلس اداره النادي الداخليه تأدى تظلم في المواضيع دي يعني. باذن الله. كابتن علاء صراحه يعني كابتن فوزي بس سريعا عشان الوقت احنا معناش. كابتن علاء معلش الماتش ده هارد لك، ويعني ان شاء الله انت بتعمل ماتشات كويسه جدا وبتجيب لعيبه كويسه جدا وبتعمل من الفسيخ شربات زي ما احنا بنقول مع النادي الداخليه، فمعلش يعني الماتش ده يعدي وخلاص. صراحة كمان كابتن قدم اعتذار امبارح مع كابتن شوبير في احدى الحلقات يعني، لا لا علاء جميل، علاء جميل الصراحه والشخصيه الحلوه. لا انا بقدم اعتذار كابتن فوزي، انا قدمت اعتذار للجماهير. نعم يعني اللي هم شافوني وانا متنرفز او حالي متنرفزه بعد المباراه على طول، والكل الاعلاميين الناس كلها، انما ده شيء طبيعي جدا ممكن يحصل من اي مباراه. واحنا بنشيد بهذا الاعتذار يا كابتن. ما عندكش جماهير علاء برضه، ما انت ما فيش جماهير. لا هو بيتكلم على جماهير الكره كلها كابتن. اللي هم بيحترموا علاء عبد العال، بيقدروا علاء عبد العال، بينتموا للنادي الداخليه، ده كان اعتذار يعني. كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخليه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والاعتذار صراحه مقبول، شخصيه محترمه. بتبقى شدت ماتش وشدت نتيجه اكيد، هو عشان كل مدرب عايز يفوز. كابتن عمرو هذهب اليك عشان الوقت الانتاج والاسيوطي.
الانتاج خطف صراحه هدف مهم جدا. خالد قمر بيعود للتسجيل. الاسيوطي فرقه من احسن فرق بتلعب كره في الكره في الدوري الممتاز. مظبوط. يعني برضو انا شايف ان هم يعني فرقتين متقاربين من بعض. يعني انا شايف ان هي مباراه كانت متكافئه. يعني كانت ممكن تطلع 1-0، كان ممكن تطلع 0-0، 1-1، كان ممكن الاسيوطي يكسب. يعني فرقتين انا شايف المستويات ما فيش فروق. يعني انا مواصله عمر السعيد للتهديف، وحتى الهدف اللي بيحرزه يمكن عمر من الفراوده القليلين اللي بيسددوا من خارج ال 18 بيجيبوا جوان. يعني لا وبتركيز. يعني مش مجرد ان انت بتشوط بقوه لا، يعني انت هو موهوب، هو هداف موهوب. يعني حتى لما كنت لا هو خالد قمر في الانتاج عفوا هو بيتكلم على عمر السعيد. لا انا دخلت عمر السعيد برضو. عمر سعيد احنا لسه يعني جيله. هو خالد قمر برضو مواصلته في التهديف، وانا رحت عامل مقارنه مع عمر السعيد. لا ما انا بقول لك انت النهارده بتتكلم على فريقين الى حد ما مش عايز اقول ظروفهم متشابهه، ولكن هم بيلعبوا باريحيه. ما عندكش انت ضغط انك بتلعب على بطوله، بتنافس على بطوله، ولا انت بتنافس من اجل البقاء. فرقتين الى حد ما موقفهم مريح في الجدول، كل فريق بيسعى لتحسين مركزه في الجدول، مفيش اكتر من كده. فكان الطبيعي ان المباراه حتى انا وجهه نظري كانت المفروض المباراه وانت بتلعبها بالهدوء ده من غير الضغوط اللي هي بتاعت الثلاث نقط، انت كان المفروض المباراه تبقى فنيا افضل من كده، تبقى اعلى من كده. سريعا يا كابتن عمرو، هل استمرار خالد قمر في احراز الاهداف هل ده يحسب للجهاز الفني للانتاج؟ والناحيه الثانيه، هل في لعيبه بتتالق في الانديه غير الاهلي والزمالك؟ اكيد في حته ان في لعيبه بتتالق خارج الاهلي والزمالك، ده شيء اكيد. يعني ده نماذج مرت علينا كتير. انما انت النهارده لو بتتكلم على الهداف بالاخص، كل ما هيلعب كل ما هيقدر يرجع لمستواه، وكل ما هيقدر يعني القدره على التهديف تبقى موجوده. هيبعد عن الملعب وهيبعد عن منطقه الجزاء، هتلاقي الامور بالنسبه له صعبه. اللي فارق مع خالد قمر انه من ساعه ما راح الانتاج بيلعب. دي اسهل حاجه. بص اسهل حاجه واسرع حاجه، ودي يقول لك بقى عليها الكابتن فوزي، للمهاجم انه يبقى موجود في الملعب. اللي حصل مع وليد ازارو يدي لك اكبر مثال على ان انت وانت موجود في الملعب هتقدر ترجع لمستواك، هتقدر تهدف، هتقدر هو عامه الانتاج دلوقتي في المركز السادس عنده 36 نقطه. صراحه مركز يحسب الكابتن مختار بالنسبه للامكانيات المتاحه. بالظبط بالظبط. هو ما شاء الله كابتن مختار يعني عنده اريحيه كده في شغله، وتحس ان دايما نتائجه بتبقى مطمئنه. هو بيشتغل في هدوء، يعني الراجل بعيد عن الدوشه خالص. يعني بالنسبه للاسيوطي برضو من النماذج اللي اشدنا بها كثيرا في المركز ال 12 وعنده 29 نقطه، ومحتاج يعني اعتقد فوز واحد هينتقل اليهم بمرحله الامام تماما. نروح لكابتن فوزي سريعا، لقاء طنطا والرجاء، تعادل بدون اهداف، هل طنطا اضاعت فوز مهم بالنسبه لها؟ الصراحه يعني طنطا بيلعب على ملعبه وبيلعب الرجاء، الرجاء مش عايز حاجه خلاص. يعني الرجاء بيحاول على قد ما يقدر يعني انه ياخد بنقط، يتقدم شويه لقدام، لكن انت بتلعب الفرقه اللي تحتيك. يعني انا لما بكون مدير فني في فرقه، طبعا اسامه عرابي بيحاول على قد ما يقدر الصراحه، وبيحاول يبذل مجهود جامد مع فريق طنطا، بس ما عندوش العناصر اللي تنجحه برده، لانه جاي في وقت برده صعب جدا اسامه. فالماتش بالنسبه له ده الماتش اللي كان على ملعبه وفي طنطا وفي وسط جماهيره، وبيلعب النادي الرجاء يعني. لكن حاول يجيب اجوان، جات له فرصتين في الشوط الاول الصراحه، حاولوا الصراحه كمان حاولوا، بس مش هي دي. انت عارف يا محمد، لما بتيجي تنزل عايز تكسب بتبذل اقصى ما عندك، لانك انت عارف الماتش ده كان هيفرق معاك جامد جدا. الماتش ده بستة بونت هيطلعك فوق. يعني هو دلوقتي 23 بونت. يعني كان لو خد كان هيبقى 26، هيطلع مع مصر المقصه وهيقرب للاسيوطي. يعني بص العمليه بتفرق ماتش واحد. هو عنده ماتش متاجل مع المصري، بيفرق، وعشان المشاركه الافريقيه. لا انا بتكلم على الماتش ده مهم جدا، بيلعب الرجاء. انا بتكلم ان بيلعب النصر كمان، بيلعب الرجاء ماتشات متاخره، عنده 25. لا هو كابتن فوزي قصده انه بيلعب فريق تحتيه في الجدول، يعني فالطبيعي انه لما يكسب هيقرب من الفرق اللي فوقيه. حتى لو الاتحاد عنده مباراه، لان هو الطبيعي انه المباراه اللي جايه لطنطا هتبقى اصعب من مباراه الرجاء، غير لما لعب بقى فرقه بقى لعب المصري ولعب الاسماعيلي ولعب، يعني مش مضمونه. انا بتكلم في انك انت بتلعب فرقه تقدر تاخد منها النقط دي عشان تطلع
تنقذ نفسك. بس هو الرجاء، هو الرجاء يعني صراحه من ساعه ما كابتن رمضان مسك والامور اتحسنت بشكل كبير جدا يعني. بس الوقت يعني انا فاهم، بس انا بتكلم وانا عرفت انه مع عمرو يعني هيستمر معاهم، يعني هينزلوا هيستمر معاهم، هي دي الصح. انا وجهه نظري يعني انا وجهه نظري ما اعرفش دي صح ولا غلط، يعني ان هو كان سبب اختيار الكابتن رمضان ان هو يبقى معاهم الموسم اللي جاي. ده الصح، انا ده وجهه نظري، ما اعرفش ده صح ولا غلط. والسنه الجايه يعني لو ربنا كرمهم ويصعدوا ويبقى يستمر معاهم برضه. انا بقول لحضرتك ده اللي انا يعني ده الفكر اللي جاي، يعمل يعني شكل حلو، يعمل شكل لفرقته حلو. انا لسه بنتكلم انه تغيير المدرب ده في اي فرقه، يعني النادي الاهلي استقرار ليه؟ في كل حاجه. كابتن حسام البدري كله مستمر، في طمانينه، مش قاعد مش عارف قاعد ولا ماشي، اكسب ماتش قاعد، اتغلب ماتش بعديه يبقى شكرا مع السلامه. ما ينفعش، ما شفناش كده في الكوره. عشان كده الحاجات المهمه جدا الابقاء على القوام الرئيسي للفريق. ونقول للعيبه يا محمد، نقول للعيب فيه استقرار نفسي بالنسبه له. المدرب نفس الكلام، بيبقى رايح التمرين، ممكن رايح التمرين يقول له شكرا مع السلامه روح. ما ينفعش. دي نقطه بتبقى صعبه للغايه. كابتن عمرو سريعا، وادي دجله وطلاء الجيش، كنا سعيد بعيد، هل وادي دجله دفعه كبيره جدا وصوله لنقطه 26 وفي المركز ال 14، هل دي دفعه للبقاء في الدوري؟ اكيد اكيد، يعني هو اخر ثلاث مباريات هو قدر يجمع نقط بشكل كويس، باستثناء الخساره بتاعت ماتش الزمالك. هو يعني اخر ثلاث مباريات هو كسبان مباراتين من يعني واخد 6 نقط من 9 نقط. في الموقف اللي هو فيه، وخصوصا ان هو برضه بيلعب فريق يعني انا وجهه نظري برضه فرق من الفرق المحترمه في المركز التاسع في الدوري، معاها طبعا مدير فني برضه كبير كابتن حلمي طولان. كون انك تقدر تكسب فرقه زي دي خطوه، عاملين ماتشات كويسه قوي كمان بالظبط، خطوه تنقلك برضه في الجدول، تبعدك شويه عن الثلاث مراكز اللي هي بتاعه الهبوط. النقطه اللي قالها طبعا الكابتن فوزي مهمه جدا، اللي هو المكسب بيجيب مكسب. اللعيبه في فرق النهارده لما تبقى انت عندك ثقه المكسب والدوافع ان انت بتكسب فرق المفروض ان هي افضل منك في النقط، في المركز وفي النقط. لما تكسب فرقه افضل منك او فوقيك في الجدول، ده يدي لك دافع وحافز للمباراه اللي جايه. عمر السعيد بيحرز اهداف مع دجله. شوف انا شايف عمر السعيد مهاجم جيد، محتاج صحيح. محتاج للعيبه تلعب تحتيه توصله للجول، لان الولد بيتمركز كويس جدا في ال 18، عنده حس تهديفي، يعني حتى لما تتفرج على اجوانه وهو في الانتاج الحربي، التمركز بتاعه وتعامله مع الـ مع الـ مع الكوره داخل ال 18 يدي لك ان ده مهاجم، يعني اذا لقى اللي يوصله، اذا لقى اللي يساعده، هتلاقيه هيظهر بشكل كويس وهيجيب اهداف كتير. يعني اصبح اضافه كبيره جدا لهجوم وادي. انا شايف كده، انا يعني انا استغربت ان سابوه، ان النادي الانتاج سابوه، بس جابوا خالد قمر، وخالد قمر بيجيب اجوان وفي فلوس كويسه، فاذا حصل التعامل يعني عمل بالانس. تمام انا معاك، بس انا النهارده لما يبقى عندي حد هو نمره واحد عندي في التهديف، ما يعني وانا ما يعني ما عنديش البديل. انت برضو خلي بالك، انت جايب خالد قمر وانت ما انتش ضامن ان خالد بقى له فتره بعيد اسم كبير، بس كان دربه كابتن مختار في الاتحاد، اسم انا بقول اسم كبير ولعيب كبير وهداف كويس جدا. ولكن في نقطه اللي انا دايما بتكلم فيها في الحته بتاعت الانتقالات الشتويه، ضيق الوقت. ان انت النهارده الوقت ضيق جدا وقليل جدا، والمباريات ورا بعض، انت بتتكلم في كل 3 ايام، مفيش حتى وقت ان انت تدي حاجه لل محتاج كل اللعيبه بالظبط، هي دي الفكره. انما زي ما انت بتقول، اذا كان في طبعا مقابل مادي كويس انت هتقدر تجيب بيه لعيبه، وانت موقفك اساسا في الدوري ما هوش، انت ما انتش محتاج ان انت بتنافس على بطوله او بتنافس على بقاء، محتاج ان انت يبقى عندك امكانيات ماديه كويسه عشان تبني فرقتك للموسم اللي جاي. دي تبقى وجهه نظر تحترم، دي ما فيهاش حاجه. عنده مشكله الماتش الجاي، انت عندك مصر المقصه مع وادي دجله. هو قالنا المقصه عندها وادي دجله، بس الاثنين تحت بعض. ما هي دي بقى، ما دي بقى الماتشات اللي هي في 6 نقط اللي احنا قلنا. انا اسف عشان الوقت خلاص يعني انتهى تماما. بكره في لقائين، هيبقى اتحاد وامبي والنصر والزمالك غدا الخميس، الاولاني الساعه 5 والثاني في الساعه 8 مساء. صراحه نفسي الوقت يطول اكتر مع ضيوفنا الكبار، عندنا كان كلام كبير وكلام مهم عن الجوله 25 في الدوري الممتاز، ولكن في النهايه بشكر ضيوفي كابتن مصر النادي الاهلي كابتن فوزي، شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن محمد، وسعيد اني شفت عمرو النهارده، واتمنى نتقابل على خير كده، والتوفيق للنادي الاهلي باذن الله. باذن الله. وايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن عمرو، شرفتني ونورتني. شكرا يا محمد، شكرا، ربنا يخليك ودايما كده متجمعين على خير ان شاء الله.
ده كان آخر كلامنا مشاهدينا. بعد الفاصل هينضم إلينا زميل عبد الحميد حسن والبرنامج الأهلي يحاور، عنده كلام كتير، كلام مهم حابب أنه هو يطرحه مع حضراتكم. ودايما المتعة والإثارة جمال تلاقوها في استاد الأهلي، ودايما اوعى تروحوا بعيد عشان الأهلي حبيب.